يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقات مهمة جدا خلال الفترة الحالية، خصوصا فيما يتعلق بالأحداث اللي بتحصل في الرياضة المصرية بشكل عام، أو أيضا فيما يتعلق ويخص استعدادات فريقنا الحبيب فريق النادي الأهلي للمباراة الهامة جدا المقبلة أمام فريق سان داونز في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. بإذن الله الأهلي يكون موفق في هذه البطولة وفي هذا الدور تحديدا. تغطية على مدار الحلقة لكل هذه الاستعدادات. خليني أقول لحضراتكم إن الضيف النهاردة هيكون الأستاذ محمد أبو الليل، ضيفنا العزيز في الجزء الثاني من حلقة اليوم، وهنتكلم معاه في كل الامور. البدايه دايما باهم العناوين، يلا بينا. في حضور الخطيب الاهلي واصل استعداداته لمواجهه سان داونز. ونفاد تذاكر المباراه. الجبلاية وفد الاتحاد الدولي رفض التدخل في أحداث مباراتي السوبر والقمة. والليلة في دوري الأبطال ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي وليون أمام يوفنتوس. طيب مش عارف، في حاجات كده ما بعرفش أسكت فيها في الحقيقة، ولازم تحاول تربط الأحداث والأمور مع بعض. واحدة واحدة كده نتكلم مع بعض. بعد مباراة السوبر واللي حصل فيها بعد ما انتهت، والعقوبات اللي خرجت، وشفنا العقوبات قد إيه كان الانتماءات هي اللي بتحكمها، والانتماءات هي اللي أدت لعقوبات بشكل مبالغ فيه على لاعبي النادي الأهلي، في المقابل كانت عقوبات مخففة جدا على لاعبي نادي الزمالك. لما تيجي تقيس الأحداث تيجي تقيس التصرفات اللي حصلت بعد المباراة. يعني لك أن تتخيل أن كهربا اتوقف لآخر الموسم، ولك أن تتخيل أن لاعب نادي الزمالك شيكابالا اتوقف 8 مباريات فقط. أنا مش بعيد أحداث أو مش بسرد أمور خلاص اتكلمنا فيها قبل كده، لا، الأمور لسه قائمة، الكلام لسه قائم. الأهلي طلع بيان وتابعنا كل هذه الأمور والأحداث يعني. فكان الاتفاق على إيه لما اتكلمنا؟ الاتفاق كان على أن الانتماء هو الغالب في إصدار هذه القرارات. لكن من الواضح أن أيضا مش قادرين هناك في الاتحاد أن هم يتغلبوا على جزئية الانتماء. بدليل إيه؟ مباراة القمة اللي ما تلعبتش أول امبارح اللي انسحب فيها نادي الزمالك، كان طبيعي جدا الاتحاد بعد ما المباراة خلصت أو بعد ما الحكم أنهى المباراة طلع قال لك إيه؟ قال لك مشهد مؤسف وأكيد هناخد الإجراءات اللازمة والقرارات المطلوبة. النهاردة إيه؟ المباراة كانت يوم 24، النهارده 26 فبراير. هل حد سمع عن قرارات يا جماعة؟ هل حد سمع على إن اتحاد الكورة أو اللجنة الخماسية في قرارات خدوها؟ ما حدش سمع عن حاجة. طب ليه التأخر ده؟ إيه أسبابه يعني؟ يعني أنت ما بتخلصش الملفات اللي عليك ليه؟ هو ده الملف محتاج كلام؟ ده مش محتاج. الاجتماع فيه مش هياخد وقت. أنت بتقعد كده بتجيب اللوائح اللي عندك تمام؟ وتطبقها على الحدث اللي حصل ده، على القصة اللي خلصت بيها مباراة القمة، القصة المؤسفة بالمناسبة كمشهد للكرة المصرية ما كناش نتمناه أبدا أبدا أبدا. فإيه اللي مأخرك؟ إيه اللي معطلك؟ انتمائك برضو؟ انتمائك برضو هو اللي معطلك؟ ولا أنت بتفكر إزاي؟ طيب اللي بيخليني أقول كده إن في بعض الـ 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 الأمور وبعض الأحاديث في الوسط يعني بخصوص ايه؟ بخصوص الاتحاد المصري لكرة القدم بيحاول يأجل العقوبات على نادي الزمالك، اصل هم عندهم ماتش مع الترجي في بطولة دوري ابطال افريقيا، فمش عايزين نقصر على معنويات اللعيبة. هل ده منطق؟ هل ده شيء يعقل؟ ده لو صحيح، ده لو صحيح. انا بقول دايما بحب اقرب من الجمهور، دايما بحب اتكلم في الامور اللي بيتكلم فيها جمهور الكرة المصرية بشكل عام وجمهور النادي الاهلي بشكل خاص، وده طبيعي الكلام في الاتجاه ده. طيب السؤال هنا، هل الاهلي لو كان هو اللي انسحب من الأمازل، وده طبعا عمره ما كان هيحصل يعني، يعني ده كده نستبعده من دماغنا، ده كان مستحيل انه مش الاهلي اللي يعمل كده خالص خالص يعني. لكن نفترض جدل مثلا يعني، لو كان الاهلي عمل كده كنت هتاخر العقوبات؟ كنت هتاخد كل الوقت ده عشان تطلع عقوبات على النادي الاهلي، ولا كنت هتاخد عقوبات سريعه تصدرها بشكل سريع على النادي الاهلي زي ما حصل كده وبتعنت بقى كبير
وممكن حاجات ما تكونش موجوده في اللائحه تطبقها بتغليظ لهذه العقوبات على النادي الاهلي زي ما حصل كده على لاعب النادي الاهلي كهربا، ولا كنت هتستنى من الاهلي يلعب ماتش سان داونز؟ هو هنا ده سؤال بقى الناس هي اللي ترد عليه، احنا بنطرح اسئله والمشاهدين هم اللي يردوا. لكن الموضوع في الحقيقه بقى واضح يا جماعه، الموضوع بقى واضح وضوح الشمس، واضح ان في تعنت من الاتحاد المصري لكره القدم. وبالمناسبه كلامنا مش عشان نادي الزمالك هو اللي عمل كده، لو اي نادي كان عمل كده كان لازم ان انت حضرتك تنجز في الملف ده، هو مش محتاج. طيب خلينا نتكلم مع بعض بالراحه، يمكن يمكن المسؤولين على اللجنه الخماسيه مسؤولي اتحاد الكره مش عارفين اللوائح اللي عندهم ايه، فتعالوا احنا نقول لهم اللوائح عباره عن ايه. ايه هي اللوائح اللي ممكن حضراتكم تاخدوا بيها عشان تعاقبوا الفريق اللي انسحب من امام نادي الاهلي اول امبارح في مباراه القمه؟ ففي جزئيتين او في لائحتين، اللائحه الاولى لائحه الانضباط والاخلاق، لائحه لجنه الانضباط والاخلاق الاتحاد المصري لكره القدم، زي ما حضراتكم شايفينها كده ايه على الشاشه. اللائحه دي بتقول ايه؟ واحده واحده، يمكن الناس مش واخدين بالهم، فاحنا نحاول نساعدهم، نحاول نقف جنبهم، معلش مفيش مشكلة. المادة 21 مخالفات وعقوبات الأندية، في حالة ارتكاب النادي مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية، في عدد من المخالفات، المخالفات دي حوالي إيه 13 مخالفة، إحنا هنتكلم في المخالفات اللي تخص الوضع الحالي أو اللي حصل في مباراة القمة. بداية من رقم 3، البند رقم 3، قال لك إيه؟ قال لك عدم تنفيذ الإجراءات أو القرارات التي يصدرها أو يتخذها المجلس أو هيئات الاتحاد ولجانه أو إداريو المباريات في موعدها المحددة. تمام؟ أدي بند. والإساءة إلى الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة، وده بيحصل كل يوم. ركز معايا، البند رقم 4 ده بيحصل كل يوم، محدش ولا كأنه هنا. هو بس بيطلعوا يقولوا تصريحات وما ينفعش ومش عارفين، لكن مفيش قرارات بتؤخذ وتنفذ، مفيش. تمام؟ رقم 5. قال لك التسبب في عدم إقامة المباريات الرسمية أو الودية أو العمل على إفشالها أو التلويح بعدم المشاركة فيها أو الانسحاب منها قبل بدايتها لأي سبب من الأسباب، والإخلال بمتطلبات تنظيمها أو التسبب في تعطيل التقنيات الفنية في إدارة المباريات، وده اللي حصل. عندك بقى رقم 7، تعال معايا الرقم 7. قال لك التخلف عن إحدى المباريات أو الامتناع عن المشاركة فيها أو الانسحاب منها قبل بدأها لأي سبب من الأسباب. خلي بالك احنا بنتكلم كده على إيه؟ الأمور اللي في الحالة دي تقدر تاخد بخصوصها قرارات. تمام؟ فكل الأمور لحد دلوقتي دي حصلت. أنا مش بتكلم في ال 13 قرار، أنا بتكلم بالتحديد في ست بنود يعني. الامتناع رقم 9، الامتناع عن المشاركة أو الانسحاب من إحدى أو كل المسابقات أو التلويح بذلك. ورقم 11، استخدام عبارات أو رفع شعارات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية. كل دي أمور تكاد تكون حصلت أو هي مؤكد أنها حصلت أول امبارح، مؤكد. وفي بعضها بيحصل كل يوم من خلال شاشات التلفزيون ومن خلال الحاجات اللي حضراتكم بتشوفوها. الاتحاد بقى يعاقب بإيه؟ ده طبقا للائحة لجنة الانضباط والأخلاق. بيعاقب بإيه بقى؟ تعالى كده. قال لك رقم 1، التحذير. رقم 2، التوبيخ. رقم 3، غرامة مالية بحد أدنى 50,000 جنيه مصري. رقم 4، خسارة المباريات. 5، اللعب على ملعب محايد. 6، منع اللعب في ملعب معين. 7، الحرمان من القيد. 8، الخصم من النقاط. 9، هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى. استبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة. إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر. منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أو كل المسابقات. 13، الحرمان من الجائزة. 14، سحب اللقب. وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات. يعني ملناش دعوة بالتسلسل، أنت بتشوف الحالة اللي قدامك تمام وبتطبق عليها إيه اللي أنت شايفه مناسب، اللي انت شايفه مناسب. خلي بالك مش اللي انت ممكن بانتمائك تحكم بيه، خلي بالك لان دي جزئيه مهمه. فده فيما يتعلق بلجنه الانضباط والاخلاق في الاتحاد المصري لكره القدم، ودي العقوبات اللي بتتاخد او بعض هذه العقوبات اللي بيتاخد بعد ما حدث في مباراه اول امس مباراه الاهلي والزمالك وانسحاب نادي الزمالك من مواجهه النادي الاهلي. لحد دلوقتي بخصوص لجنه الانضباط والاخلاق ما اتطبقتش اللائحه دي.
طيب ممكن واحد تاني يقول لي طب ما هو في لائحه اخرى خاصه بلجنه المسابقات. ماشي تعال نجيب لائحه لجنه المسابقات. قالت ايه لائحه لجنه المسابقات؟ قالت يا ريت تجيبها لي عماره، اذا اعتبر فريقا منسحبا واستكمل المسابقه تطبق عليه الجزاءات التاليه، اللي هي ايه؟ توقع عليه الغرامات الماليه طبقا لفئات المسابقه او المسابقات التي يحددها مجلس اداره الاتحاد قبل بدايه كل موسم. 2 خصم عدد 6 نقاط تعادل نقاط مباراه واحده فوز من رصيده في نهايه الموسم، بالاضافه الى اعتباره مهزوما في المباراه المنسحب منها، ويعاد ترتيب الفرق او الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقه. يعني النقاط هي واضحه اللي تتخصم، تمام؟ 3 معاقبه كل من له صله، خلي بالك بقى، معاقبه كل من له صله بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين وللجنه المسابقات الحق في الاستعانه بما تراه في هذا الشان لاستضاح واخذ القرار طبقا للائحه مع عدم الاخلال بحكم الماده 60 من هذه اللائحه اللي هو انسحاب من كاس مصر. ادي لائحه لجنه المسابقات وقبلها لائحه لجنه الانضباط. طب الوضع ايه؟ بالمناسبه خلي بالكم في لائحه مكمله للائحه لجنه المسابقات دي كانوا اصدروها مع بدايه هذا الموسم في شهر 9، ودي كانت بتتعلق في الموقف اللي احنا فيه بتتعلق بالغرامات الماديه وكلام من ده، تمام؟ لكن في كل الاحوال هنا السؤال ممكن حد يسالني دلوقتي، طب هم هياخدوا بانهي لائحه او هيطبقوا انهي لائحه لما يجوا ان شاء الله باذن الله كده ربنا يكرمهم ويطبقوها. انا هقول لك على حاجه، انت كل الامور اللي حصلت وردة سواء في لائحة لجنة الانضباط أو لجنة المسابقات، سواء اللائحة دي أو اللائحة دي، أنت لازم تبص هنا ولازم تبص هنا وتشوف إيه اللي أنسب من الاتنين واللي ينفع مع الحالة بتاعة مباراة القمة وتنفذ وتاخد قرار. حضرتك لغاية دلوقتي مع كامل الاحترام والتقدير لشخص كل واحد موجود في اتحاد المصري لكرة القدم أو في اللجنة الخماسية، لحد دلوقتي حضرتك ما خدتش قرار وحاطط اعتبارات أخرى سواء بتتعلق بانتمائك أو سواء بتتعلق بتعاطفك وخوفك على معنويات لعيبه معينه عشان ماتش جاي وبتاع. هل ده منطق؟ هل ده شغل احترافي؟ لا طبعا مش شغل احترافي. احنا حاولنا نساعد المسؤولين في اتحاد الكوره، يمكن هم مش واخدين بالهم من اللوائح، مش واخدين بالهم من القوانين اللي هم المفروض يطبقوها، اللي هم وعدوا بتطبيقها من خلال البيان اللي خرج بعد المشهد السيء جدا لمباراه القمه اول امس. فده امر مهم جدا حبيت ان انا اتكلم فيه مع حضراتكم مع بداية حلقة اليوم، لكن لسه مكملين الكلام بالتحديد في صورة مصر، لأن بصراحة أنا بحب يعني زي ما حضراتكم متعودين معايا كده أنا بتكلم بصراحة. إحنا أهلاوية وطبعا في ناس زملكاوية حلو قوي، لكن اللي بيهمنا في الأول وفي الآخر إيه؟ بلدنا. اللي بيهمنا في الأول وفي الآخر إيه؟ مصر. ده الأهم من كل شيء. أنت بتنتمي لنادي مفيش مشكلة، لكن انتمائك الاول والاخير بيبقى لبلدك اللي هي جمهوريه مصر العربيه، اللي احنا دايما بنحاول نحافظ على شكلها وبنحاول ان احنا نطور منها وبنحاول ان احنا نخليها في ابهى صورها. دي مسؤولياتنا كلنا كشعب مصري، كجماهير كوره، كاي شيء، اي حد منتمي لمصر ده طبيعي. فبالتالي انا عندي مقالين منهم مقال بصراحه قطع قلبي يعني بصراحه، واي واحد هيقراه يعني جسمه هيقشعر وهيتضايق جدا من المشهد اللي حصل. المقال الاولاني منين؟ من جريده الاتحاد الاماراتيه بعنوان مصر التي، كتبه مين؟ الاستاذ محمد البادع، وهو كان بديع في كتابه هذا المقال في الحقيقه. يا ريت يا جماعه تعرضوا لي المقال نفسه، يا ريت تعرضوا لي المقال نفسه. طيب هاتوه اعرضوه لي. قال لك ايه الراجل؟ الأستاذ محمد البدع قال لك أمس الأول جلست كما اعتدت قديما، يعني أنا كنت دايما امبارح أول امبارح قعدت عشان زي ما أنا متعود أستنى وأتابع مباراة القمة، مباراة الأهلي والزمالك، أترقب مباراة الأهلي والزمالك، الطقوس تغيرت قطعا، لكنني أحاول أن أتشبث بما أحب. قصده على إيه؟ إن هو بيحب طبعا مباريات القمة الأهلي والزمالك. مش هو ده مش حاله هو بس، ده حال كل الوطن العربي، حال كل الجماهير الاهلاويه والزملكاويه اللي موجودين في الوطن العربي، مش الجماهير الاهلي بس بالمناسبه، الزملكاويه نفسهم كمان متضايقين من الجزئيه دي. غير عابئ بالتصريحات وتكهنات، يعني عمال اسمع تصريحات وتكهنات، لكن في كل الاحوال ظني كان دائما انه لا شيء في مصر يخلف الموعد، وانه مهما حدث سينزع الجميع للكيان.
يعني اي حاجه هتحصل هينصاع الجميع لايه؟ للكيان اللي هو مين؟ في الاول وفي الاخر اللي هو مصر. للتاريخ وللنيل وللهرم وللرياده. سينصاع الجميع لمصر التي في خاطرهم وخاطري. ده اللي هو ايه؟ الاستاذ محمد البادع. فبيتكلم بقى على كواليس اللي حصل، قال لك ورايت كما رايتم كيف كان الحال، فالمدرجات الخاليه التي اعتدناها لم تعد تكفي لنضيف اليها جرحا جديدا. وقف الحكام الاجانب يضحكون. واخد بالك المنظر عامل ازاي؟ وانهالت التسريبات عن فريق الزمالك، وهل ياتي ام لا ياتي؟ وهل تحرك الباص المعطل فوق كوبري اكتوبر ام لا؟ وهل عاد اللاعبون الناشئون الى بيوتهم ام ماذا؟ طبعا الكلام ده مش في مصر احنا اللي كنا بنتابعه، الهزار اللي كان بيحصل ده مش في مصر بس، لا ده في العالم كله والوطن العربي تحديدا. قبل ان تنطفئ الانوار ويدرك الجميع ان اشياء كثيره قد تغيرت. اهل مصر لم يعودوا كما كانوا، ومصر لا تستحق ما يفعله بها بعض اهلها. بعض اهلها، عشان برضو الكلام يبقى ايه واضح. وبعد كده بيتطرق لقيمه مصر لدى الوطن العربي. قال لك إيه؟ لا يمكن ابدا ان يقول لي احد هذا شان مصري. يعني لو انت بتتكلم في انت مالك، ده ما حاجه تخص الكره المصريه الرياضه المصريه بتتكلم فيها، لا ما حدش يقول لي كده. فمصر شان وقلب وعقل كل عربي، لا يمكن ان تمنعونا عن حبها ولا عن القلق عليها ولا عن البكاء من اجلها. ايوه هو كده، لو ينفع يبقى اوضح عشان الناس تشوفه يعني. ونحن نرى النادي لديكم اي نادي اهم واحب من مصر. برضو احنا عايزين نقوله في الحته دي، بعض مش كل الانديه، بعض الانديه او قليل جدا جدا من الانديه. كمل كلامه، قال اتابع مثلكم تماما ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي ومعظم الاصدقاء على صفحتي من المصريين، اتابع نكاتهم وتعليقاتهم والمس تغيرا طرا على الحاله المصريه، تغييرا لا يليق بهذا الشعب الذي لم تعد النكته لديه كما كانت نقيه ومبهجه ولا الاحتمال كما كان، لا يكترث بشيء ويجادل في كل شيء ويهون عليه أي شيء، لكن آخر ما ظننته أنه يهون الوطن. برضو لدى البعض القليل جدا، لازم نتأكد على الجزئية دي. في ناس يهون عليهم الشكل الصورة بتاعت مصر. حصل فعلا في ناس هان عليهم صورة مصر. أول امبارح شفنا في ناس هان عليهم صورة مصر، وناس طلعوا قعدوا يضحكوا وقعدوا يهزروا وقعدوا يطلعوا مبررات مضحكة. أمس الأول لم يكن ما حدث مجرد إلغاء مباراة، يعني ركزوا ما خلوا بالكم طويل معايا شوية لأن المقال ده في الحقيقة قوي جدا قوي جدا يعني. أمس الأول لم يكن ما حدث مجرد إلغاء مباراة ولا ما سبقها ولا ما تلاها من طقوس الكرة. مصر أكبر من الأندية ومن فيها ومن الفوز ومن الجماهير. مصر التي عليكم وأنتم تكتبون أو تتكلمون أو تشجعون أن تضعوها نصب أعينكم. مصر ليست فقرة في برنامج فكاهي ولا إجابة بنعم أم لا. مصر جغرافيا وتاريخ ومائة مليون نسمة وعالم نشيد. مصر لا يمكن أن تكون في هتاف بذيء ولا مشهد مقزز ولا سخرية أو سخرية ساخر ولا استعراض مدعي. مصر كبيرة وجميلة فلا تحجبوا وجهها الجميل. عاملوها كما يليق بها ودعونا نراها كما اعتدناها سيدة الدنيا وأجمل ما في الدنيا. يعني حاجة بصراحة تضايق لما صحفي كبير بيتكلم عن حب مصر وتقديره لمصر والحاجات اللي اتغيرت في مصر بالتحديد فيما يتعلق بكرة القدم، عشان الكلام يبقى واضح، فيما يتعلق بالرياضة المصرية وكرة القدم، ويسرد كل هذه الأمور، فأنت لازم تتضايق. لو بتحب بلدك أكيد هتتضايق، تمام؟ لو انت بقى مسؤول في الرياضه المصريه، انا يعني بطلب منك اقرا المقال ده عشان تتحرك وتعالج وتعاقب وتاخد قرارات بعد اذنك، وخليك سريع شويه عشان تعالج الصوره دي، عشان تعالج المظهر اللي احنا وصلنا له ده بعد اذنك. في مقال تاني بقى بيتكلم على شيء يخص النادي الاهلي للاستاذ حمدي رزق الكاتب والناقد الكبير يعني في بوابه اخبار اليوم. وبيتكلم عن ايه؟ بيتكلم بعنوان بيبو بيبو بيبو. ويا ريت يا جماعه تعرضوا برضو المقال.
هو الراجل اتكلم في عدد كبير جدا من الامور، بيتطرق لايه؟ بيتطرق لحته هدوء الخطيب، ان الراجل ده هادي، وان يعني صوته واطي، بيتحرك او بيتصرف بحكمه واضحه جدا. انا هقول لحضراتكم معنى الكلام، يعني بحكمه واضحه. البعض دايما بيطالبوا ان هو ينساق للي بيحصل، للاصوات العاليه، لكن هو دايما بيتعامل باخلاقه وبادبه وبقيم ناديه، وده امر فعلا واقعي، امر فعلا بيحصل. تمام. قال كمان ايه؟ ليس سرا الخطيب ليس في كامل لياقته الصحيه، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه باذن الله. والغضب الاهلاوي العارم والرفض لتحكيم العقل صار علنيا. الغاضبون يطلبون من الخطيب غضبا، ان هو يغضب ويشيط يعني، والخطيب لا يتأبط شرا ولا ما بيشعلش النار يعني، غيره ينفخ فيه فوهة البركان. وده حقيقي، ده حقيقي. وممكن من الضغوط تلاقي رئيس النادي الاهلي مثلا او كابتن محمود الخطيب غصب عنه يخرج عن شعور، لكن هو متحكم جدا، هو عارف جدا ايه اللي يعمله، هو عارف جدا ايه اللي يتصرف فيه، عارف جدا هو ماسك نادي ايه، رئيس نادي ايه، بخلاف اخلاقه وادبه وتربيته، ده امر مفروغ منه. قال لك بقى الاهم اللي جاي بقى، الاستاذ حمدي رزق قال لك ان في حرب كرويه اهليه وشيكه. بسبب ايه؟ بسبب اللي بيحصل والتهاب الاعصاب والشياط. مهم جدا تحكيم العقل، لان الفتنه تنظر بعواقب وخيمه، والاجواء مشحونه، والجماهير عن اخرها. لعمري لم ارى شواهد حرب كرويه اهليه كما اراها تلوح في الافق الان. يعني بيقول لك كل اللي بيحصل والفتنه اللي بتحصل دي بتنذر بحرب كرويه اهليه لا قدر الله، يعني عمرها ما هتحصل، بس يعني المشهد سيء يعني. قال لك هدوء الخطيب ده امر مطلوب، في فقره من ضمن فقرات ايضا هذا المقال الرائع في الحقيقه الاستاذ حمدي رزق. من هنا يصبح هدوء الخطيب وتعقله مطلبا، وامثاله من العقلاء مطلوبون بشده للجم الكارثه، للجم عفوا للجم الكارثه ونزع الفتيل. تمام. يعني لازم يبقى في عقلاء زي الكابتن محمود الخطيب. وبالمناسبه عشان بس ما حدش يقول اصل انتوا في قناه الاهلي والكلام من ده، لا، هو حتى لو احنا في قناه الاهلي، احنا هو الكابتن محمود الخطيب راجل جامد جدا وراجل مهم، هو احنا كده. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه دار الاستاذ حمدي رزق، هو اللي بيتكلم في الموضوع ده. واحنا لما بنحب حد او بنشيد بحد بيبقى عشان اخلاقه وعشان تربيته وعشان قراراته الرزينه والعقلانيه، عشان ده بس ايه الامور تبقى واضحه. فكل الامور دي متوفره في الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. تمام. قال لك وكسر الحلقه الشريره وتخفيف حده الاحتقان وايقاف نزيف الكره المصريه وحقن الدماء، ده من خلال التصرفات بتاعه رئيس النادي الاهلي. قال لك معروف للجميع جدا حزن المدرجات على الاحداث والمذابح اللي حصلت، سواء مذبحه بورسعيد او الدفاع الجوي. قال لك باللي بيحصل ده وبالاصوات العاليه واللي احنا بنشوفه في التلفزيون، ما يستبعدش استاذ حمدي رزق لا قدر الله يعني ان يبقى فيه حاجه ثالثه، يعني لا قدر الله يعني ما نتمناش اطلاقا. وبيتكلم في النهايه قال لك ان العقلاء امثال الخطيب مطلوبون وبشده، كالكحل الابيض في الزمن الاسود، وان لامهم البعض او لومهم او اتهمهم بالضعف والخذلان، كل هذا ثمن بسيط في سبيل منع المذبحه الثالثه التي يجهز لها ويحرس بعض المتهوسين الارض خصبة تحت أقدام اللاعبين والجماهير بإشاعة الفتنة الكروية، لعن الله من أيقظها ومن عمل عليها. يعني أعتقد مقالين مهمين جدا بيعكسوا حال الرياضة المصرية وبيعكسوا صورة الكرة المصرية تحديدا بعد ما حدث، سواء بقى في السوبر أو في مباراة القمة. فإحنا دايما بنحاول نتواصل مع حضراتكم، ودايما بنحاول نعرض لحضراتكم كل الآراء، وده دور برنامجنا، وبنحاول نفكر الناس كده، خلي بالك يا مسؤول، خد قراراتك واشتغل بسرعه، لان انت بس مش مسؤول او مش بتحب نادي معين، لا، انت المفروض تنتمي لبلدك، والانتماء للبلد لازم تبقى خايف عليها وخايف على صورتها وعلى شكلها قدام الناس كلها. فاحنا في انتظار قرارات اتحاد الكره اللي الله اعلم هتخرج امتى، يمكن يغلطوني ويخلوا مثلا شكلي وحش النهارده بعد كل هذه الانتقادات ويطلعوا قرارات. مش مهم، انا عايز شكلي وحش بس يطلعوا بقرارات، مفيش مشكله. انا عايز ان انا اكون ايه ضيعت وقت وانتقدتكم وخلاص، بس طلعوا القرارات. وفي الاول وفي الاخر القرارات تطلع
عشان تحاسب كل مخطئ وعشان منظر الكره المصريه قبل بقى ان هي هتكون في صالح مين ولا ضد مين ولا كلام من ده. اهم شيء ده فيما يتعلق بجزئيه غايه في الاهميه. مع بدايه الحلقه حبيت ان اتكلم فيها مع حضراتكم عشان نفكر الناس بكل الامور. عندي بقى الاهم خلال الفتره الحاليه وهو طبعا استعداد الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي لمواجهه غايه في الاهميه. وبالمناسبه البعض ممكن يقول لي يا امير ركز في موضوع المباراه، ما تقلقش الفريق مركز، الجهاز الفني مركز، الجمهور مركز، لكن في نفس الوقت ما بينساش حقوق ناديه، في نفس الوقت مترقب كل ما حدث في اتجاه ناديه او في كل ما حدث في اتجاه مظهر الكره المصريه. فمباراه صن داونز مباراه غايه في الاهميه، يعني طبعا كلنا مقرين بكده لعدد كبير جدا من الاسباب، سواء فيما يتعلق بمباراه السنه اللي فاتت او فيما يتعلق نوحك، وده الاهم في الفوز ببطوله دوري ابطال موسم في ظل منافسه قوية دوري ابطال افريقيا تكاد تكون في تاريخ البطوله، وده حقيقه بسبب الثمان فرق الموجودين في دور الثمانيه كلهم ابطال يعني. فده امر مهم جدا. انا عايز اطمن حضراتكم على فريق النادي الاهلي. الفريق النهارده بيواصل استعداداته للمباراه بمران مهم جدا، وبالمناسبه دي لقطات لمران اليوم انطلق في تمام الساعه 11:30 صباحا، وكانت بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين جدا، اللي دايما بيختار التوقيتات المناسبه لمؤازره الفريق ودعم اللاعبين. وفعلا التوقيت ده مهم جدا ومحتاج جدا تواجد قيمه كبيره، سواء قيمه كرويه زي كابتن محمود الخطيب او كرئيس النادي الاهلي طبعا، وده موضع المسؤوليه بالنسبه له دلوقتي. فامر مهم جدا، وزي ما حضراتكم شايفين اجتماع او جلسه كده واضح ان هي مع بدايه المران، الله اعلم استمرت قد ايه. هنتواصل مع زميلنا العزيز كريم احمد بعد قليل ونعرف منه كل التفاصيل. كمان خليني اقول لحضراتكم ان التدريبات كانت تدريبات مهمه جدا، لكن اللي عايز اكد عليه ايضا ان هي كانت تدريبات مغلقه، يعني اول خمس دقائق بس اللي قدرنا ناخد فيهم هذه اللقطات بكاميرا قناه الاهلي بناء على تعليمات الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر رينيه فايلر في اطار الحفاظ على التركيز الشديد للاعبي النادي الاهلي قبل هذه المباراه. واضح جدا اهو زي ما حضراتكم شايفين في الصوره ان كان فيه كلام ما بين رئيس النادي وما بين اللاعبين والحديث عن المرحله اللي جايه ونسيان كل ما حدث خلال الفتره اللي فاتت، لان اللي قادم فعلا فعلا هو الاهم، القادم واقعيا هو الاهم بالنسبه لفريق النادي الاهلي، لان البطوله اللي احنا هنكملها دلوقتي دي اللي هتبتدي من يوم السبت هي البطوله بينتظرها كل جماهير الاهلي. في المقابل بطوله الدوري احنا الحمد لله يعني ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره جدا ان شاء الله حسمنا البطوله بنسبه كبيره يعني. فالتدريبات ابتدت طبعا، تدريبات بدنيه وتدريبات تكتيكيه، تدريبات فنيه مهمه جدا اكيد على مدار المران اليوم، بخلاف طبعا استعدادات وبعض الفقرات التكتيكيه اللي ممكن يكون ركز عليها مستر رينيه فايلر. ايضا كان في محاضرات فنيه، محاضره فنيه للاعبين للحديث عن مواجهه صن داونز، وده الطبيعي واللي بيحصل دايما من قبل المدير الفني للحديث عن نقاط القوه والضعف عند كل فريق هتقابله خلال الفتره اللي جايه، ما بالك بقى فريق بامكانيات صن داونز. خليني اقول لحضراتكم كمان ان في اتجاه او يعني دراسه للدخول في معسكر مبكر استعدادا لصن داونز، يعني المعسكر يبقى 48 ساعه او 24 ساعه، لسه مفيش قرار نهائي بهذا الخصوص، لكن انا بقول لحضراتكم التفكير بيبقى ايه. فايلر كمان هيبقى بكره عنده مؤتمر صحفي عشان يتكلم عن هذه المباراه. احنا عارفين ان دايما مؤتمر صحفي بيبقى قبل المباراه بيوم، لكن زي ما حضراتكم عارفين ايضا ان مباراه الزمالك والترجي يوم الجمعه على استاد القاهره، ومباراه الاهلي يوم السبت ايضا على استاد القاهره، فبالتالي بكره الخميس هيبقى يوم مليء بالاحداث في استاد القاهره، سواء فيما يتعلق بمؤتمرات صحفيه للاربع فرق بقى اهلي زمالك صن داونز ترجي، تمام، عشان يوم الجمعه هيبقى المران او عفوا هيبقى المباراه بتاعه الزمالك والترجي. فمستر ريني فايلر بكره هيبقى ليه حديث مع الاعلاميين ومؤتمر صحفي هام جدا للحديث عن كل الجوانب والاستفسارات الخاصه بالصحفيين والاعلاميين بخصوص المباراه امام صن داونز. طيب كمان الاهلي بيبدا التجهيز لاجراءات رحله جنوب افريقيا، وبالمناسبه بنسبه كبيره جدا الاهلي هيسافر بدري قوي، يعني مباراه تتلعب يوم السبت، الاهلي باقصى تقدير اقصى تقدير هيسافر يوم الاثنين، يعني حد ان لم يكن يوم الاحد كمان هيسافر النادي الاهلي، لسه برضو الميعاد النهائي ما تمش الاعلان عنه من قبل المسؤولين في النادي الاهلي. فيما يتعلق بتذاكر مباراه الصن داونز يوم السبت، خلاص التذاكر كلها نفذت زي ما اعلنت شركه تذكرتي قبل انطلاق المباراه ب 72 ساعه. انا عايز اقرب من المشهد بشكل اكبر واروح لزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. اهلا بيك يا كريم، عايزين نطمن بشكل اكبر منك طبعا عن تدريبات النادي الاهلي النهارده.
يمكن كالعاده طبعا زميلي، يعني التدريبات كلها جديه وكلها حماس كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، اهميه المباراه، وصل اللعيبه، وصل الجهاز الفني، وصل الجمهور للنادي الاهلي. يعني ما اقدرش نقول مش جديد على جمهور النادي الاهلي ان احنا نشوف التذاكر بتنفذ قبل 72 ساعه من المباراه. لو كان في 300,000 تذكره كانت هتنفذ بالفعل طبعا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، نظرا لاهميه الفتره اللي احنا فيها واهميه البطوله الافريقيه. النهارده يمكن زي ما انت عرفت امير، الكابتن محمود الخطيب والرسائل الدائمه والداعمه للفريق النادي الاهلي، ويمكن كان حديث بينهم وبين اللعيبه لابد يكون في تركيز. ما نفكرش ان هو الموضوع رد اعتبار على قد ما نفكر ان هو شوط اول في مصر وشوط ثاني في سان داونز بريتوريا. ان شاء الله باذن الله تكون النتيجه الاولى تقدر تحسم فريق النادي الاهلي وفرصه ان شاء الله في التاهل للادوار القادمه. المباراه الثانيه لها حسابات خاصه، لكن المباراه الاولى على استاد القاهره اللي هيزين ان شاء الله جمهور النادي الاهلي استاد القاهره، والدور الكبير اللي بنأمله على الجمهور. الاستعداد الفنيه ماشيه بشكل مميز جدا بالنسبه لمستر ريني فايلر، يمكن الراجل بيتكلم معاهم بشكل مستمر عقب المباراه الاخيره، مباراه الزمالك اللي لم تلعب في استاد القاهره. كل اللعيبه امير بحاله فنيه جيده جدا، في حاله تركيز كبيره جدا. الحماس النهارده كان واضح يمكن نظرا لغلق التدريب، ودي يمكن تعليمات خاصه من الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ. التدريب خلاص بدا من النهارده غير كتام حتى موعد المباراه، وده امر هام وامر مهم جدا يكون في تركيز فقط في المستطيل الاخر. انت عارف برضه ملعب مختار التتش الاعضاء بتكون بتحاول ان هي تشجع اللعيبه، تنادي على اللعيبه يبقى في اي كلام من لعيبه، لكن القرار هام جدا ورائع جدا من الجهاز الفني ان يكون التركيز فقط في تحفيز الجمل التكتيكيه في الساعه ونص او الساعه اللي بياخدها الجهاز الفني ليه الجرعه اقل تدريبيه. النهارده يمكن زي ما انت ذكرت كان في اكتر من فقره تدريبيه، بعيدا طبعا عن الفقرات البدنيه، فقرات تكتيك، فقرات تصحيح الاخطاء سواء للخط الظهر او منتصف الملعب او الهجوم. جرعه تدريبيه كانت قويه جدا لعيبه النادي الاهلي، وزي ما قلت لك كان يتسم الجديه والحماس في التقسيمه النهائيه في نهايه المباراه النهارده زميلي يعني. طيب فيما يتعلق بوليد سليمان، عشان في اخبار كثيره يا كريم خارجه ان وليد سليمان تعرض لاصابه قويه، وضح لنا الجزئيه دي بعد اذنك. لا يعني طبعا من خلالك ومن خلال الكلام في الميديا بنقول ان وليد سليمان جاهز ان شاء الله لهذه المباراه. هي كلها حماس وكلها التحامات عاديه جدا بين اللعيبه وبعضها، يمكن زي ما بقول لك النهارده الجديه والحماس كانت هي سمت تمام فريق النادي الاهلي، كلها اشتراكات كلها حاجات بين اللعيبه وبعضها. لكن وليد سليمان كان هي كانت كدمه بسيطه جدا، لكن على طول كمل المباراه ما فيهوش اي مشاكل. بنعلن طبعا ان وليد سليمان ان شاء الله يكون جاهز، وكل اللعيبه عاملين كمان يعني عايزين نطمن برضه على كل اللعيبه الحمد لله الحاله الفنيه والحاله الطبيه لكل لعيبه النادي الاهلي على اعلى مستوى. ينقصنا ان شاء الله باذن الله التوفيق ربنا سبحانه وتعالى في مباراه يوم السبت باذن الله ان شاء الله. البرنامج بقى لحد ميعاد المباراه يا كريم، هل هيبقى في معسكر مبكر ولا معسكر 24 ساعه بس قبل المباراه، ولا الامور هتمشي ازاي؟ يمكن نقدر نقول ان بكره يمكن زي ما انت ذكرت زميلي امير هيكون في المؤتمر الصحفي الخاص بمستر ريني فايلر 5 ونص او 6 الربع، يكون في قاعه المؤتمرات باستاد القاهره. تدريب فريق النادي الاهلي غدا الساعه 11 صباحا، النهارده كان 11 صباحا، اكيد بكره هيبان كل الامور الخاصه بمعسكر الفريق. هل مستر ريني فايلر هيكمل كمان تدريب على ملعب مختار التتش ويكون مباشره الذهاب الى معسكر مغلق، او هيكون في بالفعل في 48 ساعه معسكر مغلق؟ لان يمكن على الطرف الثاني لو بنتكلم على صن داونز جايين بدري امير ومركزين اكثر من تدريب، عندهم تدريب من الاربعاء على بيترو سبورت، الخميس هيكون على استاد القاهره، الجمعه يرجعوا لبيترو سبورت، فهم يعني عندهم فرص كبيره جدا للتدريب. فهنشوف طبعا رؤيه الجهاز الفني هل هيكون في معسكر مغلق ولا هيكون الامر الاعتيادي 24 ساعه بس قبل المباراه المرتقبه والمنتظره اللي بنامل ان شاء الله ان النادي الاهلي يحقق فيها الهدف المرجو باذن الله يا امير. باذن الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا، وعلى كل الكلام اللي قلته لنا ووضحته لنا من خلال تدريبات الاهلي اليوم. كريم احمد زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي كان معنا على الهاتف. طيب سريعا عايز اقول لحضراتكم اهم المباريات. امبارح كان في مباريات في الشامبيونز ليج طبعا، وكلنا مهتم بهذه البطوله عشان هي بطوله ممتعه جدا ومنظمه وكل حاجه. فبالتالي نابولي لعب مع برشلونه هناك في نابولي، التعادل كان ايجابي 1-1، هدف كان ممتاز جدا لميرتنز اللاعب البلجيكي، وهدف التعادل كان لجريزمان في الشوط الثاني. كان ايضا في مباراه اخرى ما بين تشيلسي وبايرن ميونخ في الستانفورد بريدج، وانتهت بفوز بايرن ميونخ 3-0 على ملعب تشيلسي. جنابري طبعا تالق من خلال هدفين ورا بعض في بدايه الشوط الثاني، وكانوا من اسيست ليفاندوفسكي اللي احرز الهدف الثالث كمان. النهارده في استكمال للبطوله وبالتحديد في مواجهتين الساعة 10 بالليل ما بين ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، وأيضا مواجهة قوية جدا جدا ما بين زيدان وغوارديولا، ريال مدريد ومانشستر سيتي في سانتياغو برنابيو. مباراة أكيد هنتابعها كلنا. ندخل نشوف أهم أخبار الأهلي في الصحف النهاردة، يلا بينا. مجلة الأهلي، يا خسارة ضاعت فرصة الدرس الكبير، قرارات سوبر لمجلس الأهلي وموقف حازم لمواجهة الانفلات والحفاظ على حقوق النادي. الأهرام، الأهلي يترقب موقف مسابقات من الزمالك رمضان وكهرباء لصن داونز وطرح 30,000 تذكرة.
الاخبار، الاهلي يعلن طوارئ للقاء سان داونز، الخطيب يمنع الحديث عن مباراه الزمالك، وفايلر يشحن لاعبيه للمواجهه الافريقيه. الجمهوريه، الاحمر يجهز ملفا عن الاحداث، رمضان جاهز لسان داونز والفريق يعسكر الجمعه. الشروق، شكوك حول مشاركه رمضان صبحي امام سان داونز، عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بعدم الانشغال بتصريحات موسيماني، وصحيفه افريقيه تكشف خطه موسيماني لمواجهه الاهلي. الوطن، الاهلي حافظنا على سمعه الكره المصريه واغلقنا الملف، منع اللاعبين من التحدث عن انسحاب المنافس وتركيز في مواجهه سان داونز وترتيبات خاصه للبعثه في جنوب افريقيا. والمسا، الاهلي يواجه بطل جنوب افريقيا بالموقوفين محليا، كهربا جاي وياسر ابراهيم يشاركون في لقاء سان داونز، فايلر يعالج سلبيات مباراه السوبر الدفاعيه والهجوميه. طيب خلينا نبتدي بجريدة الأهرام، في حديثها عن النادي الأهلي النهاردة تحديدا، وكلام كان على أن الأهلي يترقب موقف المسابقات من الزمالك فيما تعلق بما حدث في مباراة أول أمس، وإحنا خلاص استفدنا في الحديث في أول جزئية من الحلقة عن الموضوع ده. تجهيز رمضان وكهرباء سان داونز جاهزين بإذن الله الاثنين، في الآخر هي بتبقى رؤى فنية مستر ريني فايلر، هو أضرب مين يلعب ومين ما يلعبش، مين جاهز ومين مش جاهز. وطرح 30 ألف تذكرة خلاص اللي هم خلصوا بحضور طبعا جماهير النادي الأهلي لمباراة يوم السبت بإذن الله. تعالوا نروح للأخبار اللي بتتكلم إن النادي الأهلي أعلن يعني حالة الطوارئ للقاء سان داونز، يعني حالة الطوارئ تتمثل في الاستعداد بكل جدية وتركيز طبعا للمباراة المرتقبة أكيد أمام فريق سان داونز. الخطيب يمنع الحديث عن مباراة الزمالك في إطار منعه طبعا زي ما أعلن كابتن سيد عبد الحفيظ لأي حد يعني في الجهاز الفني ولا اللاعبين إن هم يتكلموا في قصة المباراة، وده طبعا حاجة أساسية جدا لأن أنت بتركز في اللي جاي، يعني ده أمر مهم جدا. وفايلر يشحن لاعبيه للمواجهة الأفريقية، لاعيبة النادي الأهلي بإذن الله جاهزين وهيشرفونا وهيكسبوا بإذن الله تعالى في هذه المباراة أو في مجموعة المباراتين، ده أهم يعني. خلي بال حضراتكم، أكيد حضراتكم عارفين كويس جدا هو شوط أول وشوط تاني، مجموعة الماتشين ياما تعادلنا هنا في القاهرة ورحنا كسبنا البطولة بره أرضنا، حصلت كتير. لكن طبعا الأريح يعني بإذن الله إن احنا نكسب هنا، يعني أنا أتمنى 2-0، لو أكتر من كده طبعا يا ريت، بس يعني إن شاء الله 2-0. حتى لو 1-0 طبعا فرصنا قائمه، يعني احنا فريق كبير وحتى لما نروح هناك نقدر كمان نكسب يعني باذن الله، مش مبالغه، لا دي حقيقه. احنا النادي الاهلي احنا امكانيات موجوده دلوقتي في صفوف الفريق رائعه واضحه جدا يعني. طيب تعالوا نروح للجمهوريه وبتتكلم على امر برضه يعتبر مهم جدا، الاهلي يجهز ملفا عن الاحداث فيما يتعلق باحداث مباراه القمه، قصدهم ايه؟ قصدهم تحسبا مباراه القمه بتاعت الدوري، تحسبا لعدم صدور قرارات مناسبه، واضح الناس كتير متوقعه الموضوع ده من قبل اللجنه الخماسيه، من قبل المسؤولين بقى في اتحاد الكوره بشكل عام يعني. ما اقدرش ااكد لحضراتكم الموضوع ده، لكن دايما اللي عايز اكده ان الاهلي دايما بيجهز اوراقه وبيستفها بشكل مميز جدا. الموضوع او القصه ماشيه في دماغ المسؤولين في النادي الاهلي ازاي، ما بيتمش الاعلان عن شيء ممكن ياخدوا فيه قرار غير في توقيته، فلازم نلتزم بهذه الامور يعني. الله اعلم في دماغهم هيعملوا ايه. رمضان جاهز لسان داونز ان شاء الله، والفريق عسكر الجمعه استعدادا للمباراه يوم السبت باذن الله تعالى. تعالوا نروح للشروق، والشروق بتتكلم على ان شكوك حول مشاركه رمضان صبحي امام سان داونز، ما اعرفش الله اعلم، ما يعني الجزئيه دي، هو الراجل جاهز والراجل بيتمرن الدنيا تمام، لكن ما نعرفش مستر فايلر هيعمل ايه. وكمان التمرين مغلق، هل برضه ما نقدرش ناكد هل رمضان شارك في كل اجزاء التمرين ما شاركش، التمرين مغلق ما حدش يعرف. عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بعدم الانشغال بتصريحات موسيماني، ده امر مهم جدا بقى يعني. انا بحيي جريده الشروق يعني في الحديث عن الجزئيه دي، ليه بقى؟ لان احنا السنه اللي فاتت فعلا مش عايز اقول ان خدعنا، بس يعني اتغرينا بتصريحات موسيماني، اللي اتكلم هي كلها كانت تصريحات حقيقيه وحقائق يعني عن النادي الاهلي، ان ده اكبر نادي وامكانيات فظيعه ولاعيبه جامده وكلام من ده، فده بيخليك كده ريلاكس شويه يعني، بيخليك كده تبقى ممكن تبقى مترخي شويه يعني كمشجع. طبعا اللعيبه لازم يكونوا هم برده بنفس الحماس ونفس القوه، ما يتاثروش بهذه التصريحات، لكن احنا كمتابعين قلنا ده خايفين مننا قوي يعني وبتاع، لا احنا لازم نتفادى هذه الامور يعني. تصريحات موسيماني دايما فيها اشادات بالفرق المنافسه اللي هيلعبها، بيلعب على الجانب النفسي،
احنا مش هنتاثر بالكلام ده ومش هيشغلنا اطلاقا تصريحات موسيماني. مدرب قدير في الحقيقه ومدرب مميز جدا يعني، مش هننشغل بتصريحاته اطلاقا، وهنركز في اللي جاي وفي الماتش وفي امكانيات الفريق اللي هيقابلنا وازاي نتعامل معاه ان شاء الله. طبعا كل الامر ده متروك لمستر فايلر، احنا اللي علينا ايه؟ ان احنا نشجع ونساند باذن الله عشان نستنى الهدف المرجو والمطلوب باذن الله من فريق النادي الاهلي. صحيفه افريقيه بتكشف كمان لسه مع الشروق خطه موسيماني لمواجهه الاهلي. يعني هم قالوا ايه؟ احدى الصحف الافريقيه او تحديد صحيفه في جنوب افريقيا يعني بيتكلموا على ان موسيماني بيخطط للخروج متعادلا في هذه المباراه، لو نجح انه يخطف هدف هيبقى كويس، ما نجحش هو عايز يخرج متعادل عشان لما يروح بريتوريا في ملعبهم يبقى الامر بالنسبه له اسهل. وهي بتبقى استراتيجيات يعني خاصه او افكار خاصه بكل مدير فني، التعامل مع مباراه الذهاب والاياب بيبقى ازاي، فكل مدير فني اكيد بيفكر بطريقته. هنشوف اللي هيحصل ايه، لكن الاهلي جاهز باذن الله. الوطن بتتكلم على ان الاهلي من خلال تواصلهم مثلا مع مسؤولين في النادي الاهلي على عهده جريده الوطن ان احنا حافظنا على سمعه الكره المصريه واغلقنا الملف، وفعلا الاهلي حافظ على سمعه الكره المصريه بدليل ان هو كان متواجد يوم المباراه بشكل طبيعي جدا في الميعاد. لما اخروا ميعاد الماتش الاهلي ما فيش مشكله، موجود جاهز، اي حد كان هيجي بقى ناشئين كبار اي حد الاهلي جاهز ما عندوش مشكله خالص، هي مباراه في بطوله الدوري والاهلي كان جاهز لها. وكمان الاهلي كان بيحافظ على سمعه الكره المصريه، ودايما الاهلي طول عمره بيحافظ على سمعه الكره المصريه، ده معروف وبالدلائل يعني. منع اللاعبين من التحدث عن انسحاب المنافس ده خلاص، وتركيز في مواجهه صن داونز اكيد، وترتيبات خاصه للبعثه في جنوب افريقيا، وده هيحصل. تعالوا نروح للمسا، اخر خبر معانا في الصحف النهارده وكلام على ان الاهلي يواجه بطل جنوب افريقيا بالموقوفين محليا. الايقاف المحلي ملوش علاقه بالايقاف القاري يعني. كهربا جاهز واجاي جاهز وياسر ابراهيم جاهز، وهيشاركوا بقى او ما يشاركوش في اللقاء ده امر متروك للجهاز الفني، هو ادرى بكل شيء يعني. رغم الاعتراض على هذه العقوبات من قبل مسؤولي الاتحاد المصري لكره القدم ومن قبل لجنه الانضباط تحديدا. طيب تعالوا نروح لاخبار الاهلي في المواقع النهارده، يلا بينا. في اليوم السابع الاهلي يتلقى تاكيدا باعتباره فائزا على الزمالك وخصم 6 نقاط من الابيض. الشروق الخطيب يحضر مران الاهلي لمؤازره الفريق قبل مواجهه صن داونز. صدى البلد فايلر يطالب لاعبي النادي الاهلي بالتركيز في مواجهه صن داونز. الجمهوريه اونلاين فايلر يحسم تشكيل الاهلي امام صن داونز. في الجول موسيماني نعاني من عشب ملعبنا لا يمكن مواجهه الاهلي بتلك الازمه. سوبر كورة الأهلي يبدأ التفاوض مع وليد سليمان وأحمد فتحي لتجديد عقديهما. وأخيرا 1-3 الأهلي يتوصل لاتفاق مع مارسيلو. اليوم السابع في المواقع بيتكلم عن النادي الأهلي بخصوص أن الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزا على الزمالك وخصم 6 نقاط من الابيض. يعني ده حاجه بديهيه يعني، ده موضوع بديهي يعني. يعني ما تجيش مثلا واحد يجي يقول لي لا اصل ممكن الماتش يتعادل، يا راجل ده احنا بقى نقعد نضحك للصبح، ده يعني تبقى كارثه. لكن طبعا انا ما اعتقدش ان ده هيحصل يعني، ده امر مستبعد. لكن بقول لحضراتكم ممكن الافكار اللي بتبقى في اذهان الجماهير يعني، ده امر غير مطروح اطلاقا. الاهلي كل الموضوع ايه؟ في انتظار القرارات الخاصه بالمباراه يعني. القرارات معروفه، الاهلي خلاص فاز ب3 نقاط، ده امر مفروغ منه يعني، امر خلص خلاص. القرارات بقى الاخرى دي بتتعلق بقرارات اداريه، قرارات خاصه بالفريق المنافس، دي هنشوفها ونتابعها يعني. مستنيين القرارات الرسميه يعني. الشروق بيتكلموا على ايه؟ على ان الخطيب يحضر مران الاهلي، وده شفناه طبعا لقطات دلوقتي مع حضراتكم، وازر الفريق طبعا قبل مواجهه صن داونز، ده امر مهم جدا بيحصل دايما من الكابتن محمود الخطيب في المناسبات الهامه جدا وقبل التحديات الاكثر اهميه، وان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق في مباراه صن داونز. تعالوا نروح لصدى البلد. موقع صدى البلد بيقول ان فايلر يطالب لاعبي النادي الاهلي بالتركيز في مواجهه صن داونز، ده امر معروف، اللاعبين اكيد مركزين بشكل كبير جدا جدا، اكيد عارفين الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه لهم هذا الموسم، وبالنسبه بالنسبه كمان لجمهور النادي الاهلي بيتمثل في ايه؟ بيتمثل في الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي واثقين فيهم جدا، واثقين في مستر فايلر، معاونيه كل الناس، ان هم ان شاء الله هيفرحونا يوم السبت، مش بس السبت اللي جاي، السبت اللي بعده كمان بالتاهل
لدور نصف النهائي، وبعد كده كل مباراه نشوف هنقابل مين بقى ساعتها، الوداد ولا النجم الساحلي. بالمناسبه احنا ممكن نقابل جريدو تاني لان هو مسك الوداد وهيلعب النجم الساحلي اللي هو لسه سايبه. حاجات يعني بتحصل في كره القدم. لكن هنشوف، الاهم دلوقتي ان احنا مركزين في المواجهه اللي جايه مع فريق كبير جدا طبعا زي فريق صن داونز، واللاعبين اكيد مركزين بشكل تام. يعني تعالوا نروح للجمهوريه اونلاين، وبتتكلم فنيا شويه عن مباراه صن داونز. بتقول ايه؟ ان مستر فايلر يحسم تشكيل الاهلي امام صن داونز. انا ما اعتقدش ممكن يكون الراجل مستقر على تشكيل معين هيلعب بيه هذه المباراه، ممكن، لكن خلال التدريبات لا قدر الله ممكن ان يحصل اي تغيرات فيما يتعلق بالاصابات، ده جانب. وفيما يتعلق ببعض الجوانب الفنيه والتكتيكيه خلال التدريبات ايضا، يعني ممكن مستر فايلر يلاقي لعيب فايق قوي في التدريبات فما كانش هيلعبه فيروح حطه في التشكيل يشوف ان ده الانسب. دي كلها حسابات وافكار وامور خاصه بالمدير الفني يعني فنيا يعني. لكن هم هنا بيقولوا ايه الجمهوريه اونلاين؟ بيقولوا مثلا ان التشكيل طبقا للخبر بتاعهم هو، انا اعتقد يعني الموضوع مش يعني صعب شويه، ان هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي كما هو المعتاد، في خط الدفاع علي معلول ظهير ايسر، احمد فتحي ظهير ايمن، واثنين مساكين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، اثنين في نص الملعب ديانج السولية قدامهم قفشه، وجناح الايسر هيكون احمد الشيخ، والجناح الايمن هيكون وليد سليمان، والمهاجم هيكون جونيور اجاي. لكن ما تضمنش اي حاجه خالص بخصوص تشكيل النادي الاهلي، لسه عدد من الايام. احنا النهارده الاربعاء، عندك خميس وجمعه، المباراه يوم السبت، هتشوف خلال التدريبات ايه اللي هيحصل وهيستقر على مستر ريني فايلر. تعالوا نروح لفي الجول. التصريحات من ضمن تصريحات موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز، اللي بيتكلم على ان هم بيعانوا، يعني بص هو بياخد الناس في حته ثانيه خالص بعيد عن الماتش، وبيستبق الاحداث كمان، بيتكلم عن مباراه الاياب قبل مباراه الذهاب كمان تخلص. قال لك احنا عندنا النجيله، عندنا في هناك في بريتوريا الملعب بتاعهم النجيله عاليه شويه، فده بيعطلنا ان احنا عندنا لاعبين سرعة ما بيعرفوش يستغلوا سرعتهم بسبب العشب بيبقى طويل شويه، فالمشكله دي هتعمل لنا عائق قدام النادي الاهلي، واحنا لازم نحل المشكله دي. يعني كلام في حته تانية خالص، يعني مش بيقول لك مش هينفع نلعب الاهلي بالازمه دي خالص، يعني فاحنا هنحاول نعالجها. احنا ما عندناش مشكله، احنا جاهزين لاي ملعب هنلعب عليه، يعني عشب طويل عشب قصير، طبعا بيبقى العشب القصير افضل يعني، لكن في كل الاحوال، والعشب الطويل كمان للاسف بيبطئ الكره شويه، ففي كل الاحوال احنا ما يهمناش الكلام ده، مش هنركز معاك يا موسيماني خالص، يعني تصريحاتك مالناش دعوه بيها. تعالوا نروح لسوبر كوره. الاهلي يبدا التفاوض مع وليد سليمان واحمد فتحي لتجديد عقدهما الاثنين. بصراحه انا احمد فتحي انا بحب احمد فتحي جدا بصراحه، وليد سليمان طبعا، يعني اثنين لعيبه كبار جدا، صعب ان هم يتكرروا في الكوره في مصر، يعني صعب بحماسهم بروحهم بامكانياتهم بعقليتهم بكل شيء. اكيد كل جمهور النادي الاهلي يتمنى ان هم يبقوا موجودين، يعني ده امر مفروغ منه. لكن هل النادي الاهلي اعلن عن اي شيء رسمي بخصوص ان هم بداوا التفاوض؟ لا، الاهلي ما بيعلنش عن الامور التفاوضيه، الاهلي بيعلن عن الحسم على طول، لاعب جدد لاعب ما جددش، الاهلي بيعلن على طول في الاخر. احنا في انتظار اعلان النادي الاهلي بخصوص هذا الملف تحديدا، لكن ما حدش ابدا 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 يقدر يختلف عن قيمه اثنين زي دول، بالاضافه كمان لقيمه حسام عاشور وشريف اكرامي، ما حدش يقدر يختلف عن الجزئية دي. آخر خبر هتكلم مع حضراتكم فيه سريعا من 13، موقع 13، وبيتكلم على إن الأهلي يتوصل لاتفاق مع مارسيلو. إحنا عارفين إن حسين السيد لاعب النادي الأهلي خرج إعارة للصفاقسي 6 شهور، فهم هنا بيقولوا في 13 إن هيبقى فيه اتفاق لتجديد العقد، وإن الأهلي خلاص توصل لاتفاق برضه، لسه مفيش حاجة رسمية اتعلنت من النادي الأهلي، لكن كلها تكهنات. وبرضه عايز أكد على حضراتكم إن حسين السيد ابن من ابناء النادي الاهلي، لعيب كبير جدا، وارد ان هو يرجع النادي الاهلي ويكمل حسب الظروف والمتغيرات اللي بتحصل كل يوم في الكره بشكل عام. طيب دي بعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في المواقع. انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هينضم لي الاستاذ محمد ابو الليل الناقد الرياضي للحديث عن بعض الملفات المختلفه، وكمان للحديث عن مباراه صن داونز المقبله بالنسبه للنادي الاهلي. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، الاستاذ محمد ابو الليل الناقد الرياضي ضيفنا العزيز حلقه اليوم. يا ابو حميد ازيك؟ ازيك يا امير، اخبارك ايه؟ نورنا انت، نورك حبيبي، الله يخليك.
في البدايه عايز اقول لحضراتكم ان خلاص الاتحاد المصري لكره القدم اعلن عن بدايه الدور الثاني والمواعيد الخاصه بالدور الثاني بشكل كامل. هتكون بدايه من يوم 9 مارس، اول مواجهه هتكون الاسماعيلي والجونه في استاد الاسماعيلي الساعه 5، والاهلي هيلعب يوم 11 مارس مباراته الثانيه مع سموحه هذا الموسم، مباراه الدور الثاني. واحنا فاكرين ان اول مباراه للاهلي هذا الموسم كان مع سموحه، وكانت مباراه سموحه كسبنا 1-0 بهدف رمضان صبحي في مستهل مشوار بطوله الدوري. ودي يعني المواعيد الخاصه بجدول بطوله الدوري تحديدا للدور الثاني. هيبقى في بس مباراه يوم 5/3، دي مباراه طلاع الجيش وانبي في استاد جهاز الرياضه العسكري، ده هتكون الساعه 5، ودي مباراه مؤجله لفريق طلع الجيش امام انبي. واعتقد احنا برده كمان لينا مباراه مؤجله مع انبي، بس مش عارف هم حاطينها فين يعني. بس احنا هنلعب برده يوم السبت انبي، ما اعرفش دي مباراه الدور الاول ولا الثاني دي يا محمد، ما تعرفش؟ الدنيا ملخبطه برده شويه، الدنيا ملخبطه برده، خلي بالك بس. طيب يعني دي مواعيد الدور الثاني بطوله الدوري المصري الممتاز اللي بيتصدرها طبعا النادي الاهلي بفارق كبير بين النقاط عن صاحب المركز الثاني. تحب نبتدي منين؟ احنا عندنا كلام كتير جدا وازمات كتير، انا عايز ابتدي معاك بموضوع القرارات بتاعه مباراه القمه الاخيره بتاعه الدوري، ما خرجتش لحد دلوقتي ليه؟ لا خلينا نبدا يعني بالعقوبات بتاعه لجنه الانضباط. بتاعه ماتش السوبر؟ بتاعه ماتش السوبر. عايز تربط ده بده؟ هربط ده بده. ماشي. ماشي، انا عايز اسال سؤال. هو لا، هو مين المتضرر من العقوبات؟ الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي. الاهلي، الاهلي انت وقفت له اجاي ده لاعب اساسي، وقفت له ياسر ابراهيم لاعب اساسي، وقفت له كهربا لاعب ورقه رابحه بيشارك الفتره اللي فاتت بصفه مستمره. صح. في المقابل انت عملت ايه للزمالك؟ انت وقفت امام عاشور لاعب ما بيلعبش كوره من ساعه ما كارتيرون جه، من قبل كارتيرون، من قبل كارتيرون كمان. وقفت عبد الله جمعه برده ما بيلعبش كوره من ساعه ما كارتيرون جه، وقفت شيكابالا برده بقاله فتره مش موجود، ما بيشاركش، بياخد دقايق قليله قوي يعني، ما بيشاركش كل ثلاث ماتشات ولا بالظبط. فمن باب اولى هو مين اللي كان ممكن يهدد بالانسحاب او مين المتضرر؟ هو الاهلي. فانت النهارده الاهلي اتعامل مع الموقف بحكمه كبيره جدا. الاهلي كان مقدر موقف بطريقه كبيره جدا، حافظ على سمعه الكره المصريه وما قدرش يصعد وراح الماتش. في المقابل عندك الزمالك عمل ايه؟ مهزله. احنا كنا قصاد مهزله كرويه يعني ومشهد عبثي بطريقه لا تتخيلها. النهارده لما تشوف الكوميكس اللي طلعت على الفيسبوك ترندات، اما تشوف بقى يقول لك بيدوروا على اتوبيس الزمالك، يقول لك اصل كان في خناقه اللي هو جنب الشباك، اصل الاتوبيس سواء الاتوبيس يعني نسي اللعيبه في الدرس ما راحش يجيبهم. يعني دي مهزله. قول لي بقى امير، قول لي انهي مستثمر لما يشوف الكلام ده كده كله يجي يستثمر في الكوره في مصر؟ ده انت بتتكلم في جانب تاني مهم جدا جدا. ايوه يعني. انا لما الاقي المشهد العبثي اللي قدامي ده كده كله كمستثمر او كواحد سبونسر عايز يدخل يرعى مباراه زي مباراه القمه، ايه الدافع اللي هيخليه يجي يدخل في المشهد العبثي اللي احنا شفناه النهارده او اليومين اللي فاتوا؟ مشهد عبثي جدا، حاجه كده يعني بترجع الكره المصريه لسنين لورا. تعالى بقى بالنسبه للعقوبات، عقوبات لجنه الانضباط. تمام. تعالى بالنسبه للكهرباء، كهربا تقرير المباراه بتاع ماتش السوبر قال لك كهربا حاله طرد مباشر. حلو. اذا كهربا جاي لك متعاقب جاهز. أوكي. من ماتشين لكام؟ لثلاث ماتشات. ثلاث ماتشات. تعالى بقى نفس لجنه الانضباط دي خدت قرار ضد علي جبر وضد احمد ايمن منصور في ماتش بيراميدز، الاهلي وبيراميدز، لما الحكم ابراهيم نور الدين عمل في تقرير المباراه ان هو واحد طرد مباشر وراح تحول الاعتداء. صح. على الحكم. خدوا ثلاث ماتشات وتخففت لماتشين. بنفس الواقعه انت اديت لكهرباء ايه بقى؟ انت وقفته لنهايه الموسم، دي كارثه. حاجه غريبه كده. لا ما انا يعني الموضوع ده مستوقفني. نفس لجنه الانضباط ونفس الحاله ونفس التقرير، واحد وقفته لحد اخر الموسم والتانيين وقفتهم. ده ان ده اللي يدل على ايه؟ لا ده من وجهه نظرك لا يعني. يدل على ان اتحاد الكره الناس اللي هم بيديروا اتحاد الكره ده لا يعني في ازمه كبيره جدا، يعني الناس دي مش مسؤوله. يعني ايه الدافع اللي يخليهم ياخدوا قرارات زي دي؟ ازدواجيه، رغم ان هو واخدين قرارات شبيهه ليها، يعني قرارات شبيهه لنفس الحاله بس قرارات مختلفه. ما دي علامه استفهام كبيره جدا. دي اللي يرد عليها يعني اللجنه الخماسيه الموجوده. عندك كارثه اكبر، شيكابالا الفعل اللي عمله بيصنف وفقا للائحه فعل فاضح يخدش الحياه العام. طبعا. ماشي. العقوبه بتاعت القصه دي ايه؟ في اثنين لعيبه في مصر قبل كده اتعاقبوا بسبب القصه دي، سمير كمونه وكابتن ابراهيم حسن. واحد خد 6 شهور وواحد خد سنة. انت بقدره قادر يعني سبحان الله، يعني حاجه من ضمن العجائب يعني، وقفت 8 ماتشات. مع ان خلي بالك بقى الفعل اللي عمله شيكابالا هو كان اكثر جسامه
من اللي حصل في الـ في الـ مع سمير كمونة او مع ابراهيم حسن. طبعا طبعا ده حاجه كده انا مش عارف. 8 ماتشات اقوى بكتير, أقوى بكتير. لا فوجئنا بقى بقدره قادر يعني 8 ماتشات. انا قلت يمكن غلطانين في القرار او اتلخبطوا بدل ما يحطوا شيكابان كهربا او كهربا ما كانش كباله, بس ما صدقتش ان فعلا يكون القرار كده. حاجه غريبه جدا, حاجه كارثيه. تاني حاجه بقى الاستاذ عمرو الجنايني انا عايز اوجه له سؤال. هو الانتباه غالب عليه. انا هوجه له سؤال. هو حضرتك رئيس اتحاد كوره ولا مشجع؟ يعني حضرتك شفت مثلا قبل كده المهندس هاني بوريده ولا الكابتن سمير زيزو الله يرحمه ولا اللي هو حرب الدهشوري شفتهم مثلا بيحتفلوا في ماتش قمه بين الاهلي والزمالك؟ واحد مبين انتماء, واحد مثلا الاهلي كسب بيجري ولا واحد الزمالك كسب بيجري. هو انت دلوقتي انا كجمهور اهلي او كجمهور اسماعيلي او كجمهور اتحاد او كاي جمهور, انا دلوقتي رفيق صمة ما بيني وبين الزمالك بعد المشهد ده, انا ازاي يعني ازاي هثق في قراراتك في خصومه بيني وبين الزمالك؟ صح ولا لا؟ صح طبعا. فده مشهد برضو يدل ينم ان المسؤول يعني الاستاذ عمرو الجنايني انت راجل رئيس اتحاد كوره, يعني احفظ بقى يعني هويتك ولا انتمائك ده اركنه على جنب. صح. وانت في الملعب المفروض في تاني كابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل برضو يعني كل فتره بيطلع يعني بياكد لنا ان هو يعني بيطلع تصريحين غير مسؤولين بالمره. التصريح الاولاني اما قال لك لا احنا فوجئنا, والله احنا كنا في ابو ظبي وفوجئنا بالقرارات, يعني احنا جينا بالليل وقرارات طلعت الصبح وفوجئنا بالقرارات. هو حضرتك لما تتفاجئ انت بالقرارات امال انا اعمل ايه؟ او الجمهور يعمل ايه؟ او الانديه يعملوا ايه؟ صح. عمل تصريح تاني كارثي برضه اللي هو دخل ابو ظبي في جمله مفيده. انت الناس كتر خيرهم, الناس عملوا حدث, الناس عملوا حاجه جامده جدا صح. حاجه كده حاجه طبعا طليق باسم مصر. الناس ما بخلوش باي جهد ان هم يطلعوا الحدث بشكل محترم. انت النهارده رحت قلت في مداخله اصل احنا جبنا التقرير من قناه ابو ظبي او جبنا الفيديو من قناه ابو ظبي, بعد كده رحت تاني قلت لا انا جبت البتاع من مجلس الاعلام ابو ظبي. انت تدخل ابو ظبي ليه في جمله مفيده؟ الناس كتر خيرهم والناس طلعت بيان بعد كده ونفت قناه ابو ظبي, نفت ان هم ادوا حاجه لاتحاد الكوره. فانت دخلت يعني انت تصريحين غير مسؤولين ورطونا. انت ابو ظبي هتنظم لك ليه تاني بعد كده مباراه سوبر بعد ما اقحمتها في حاجه هي مش طرف فيها اصلا؟ تمام. دي حاجه. تاني حاجه في حاجه اسمها لجنه القيم والاخلاق في اتحاد الكوره. هي لجنه القيم والاخلاق دي فين؟ هم استبعدوا لجنه القيم والاخلاق خالص وعملوا لجنه اسمها لجنه الانضباط. مع ان في لجنه القيم والاخلاق دي اسمها لجنه القيم والاخلاق والانضباط. المفروض تيجي تسال بقى اتحاد الكوره عن لجنه القيم والاخلاق والانضباط يقول لك لا اصل دي اتحلت. لا اللجنه ما اتحلتش. موجوده. اللجنه موجوده. اللجنه دي ما بتتحلش غير بحالتين, يا اما استقالتها يا اما بقرار من الجمعيه العموميه. انت تدعو الجمعيه العموميه وتحل اللجنه دي. لا فوجئنا ان هي مستبعده خالص, وفوجئنا بايه؟ بلجنه التظلمات, هي لجنه الانضباط هي اللي متصدره المشهد. حاجه تاني برضو بالنسبه للقصه دي, هو انت دلوقتي انت المباراه دي اصلا بتاعه 2019. صح؟ صح. انت طبقت عليها لائحه 2020. طب احنا السنه الجايه بقى هنطبق لائحه 2021 على 2020. يعني برضه في اللوائح قبل كده عادي تطبقها. احنا هنا عندنا في الكره المصريه تحديدا سوء اداره بخصوص اللوائح يعني بشكل كبير بخصوص كل شيء. علامه استفهام ثانيه يعني اتحاد الكوره تحديدا. اتحاد الكوره تحديدا. هي اللجنه الخمسيه, انا عايز اسال سؤال برضه. اللجنه الخمسيه هي اللجنه الخمسيه نجحت في اي ملف من ساعه ما جت؟ ولا حاجه. اول ملف تم اسناده للجنه الخمسيه كان ملف مين؟ اختيار مدير الفني للمنتخب. انت شفت اللغط اللي حصل عليه؟ كان مهزله. كانت مهزله برضه. كانت مهزله. خناقات. عضو عايز ناس واحد بعينه ورئيس الاتحاد عايز حد تاني بعينه. وخناقه بقى. انت واقول لك على حاجه يعني اتعين مدير فني المنتخب بتاع 3 مرات واتشال. ما انا كل الناس عارفه الكلام ده. كان واضح يعني. كان واضح. ثالث حاجه بقى هو مع احترامي برضه للناس الموجودين, هو ايه مقومات اللجنه الموجوده دي عشان ينقذوا الكره المصريه ويقودوها لحته ثانيه؟ ايه خبراتهم؟ زيرو. يعني كابتن احمد عبد الله يعني محترمنا للناس كلها. لا احترام. بص احنا هنحترم الناس كلها. طبعا كشخص ليه احترام. يعني احنا بنتكلم على الجانب الاداري, امكانيات اداريه بس. ممكن البعض بالمناسبه يعني عشان ما حدش ياخد كلامنا ان احنا نتهكم عليهم, يعني ممكن البعض يكون شايفينهم موفقين والبعض الاخر شايفهم غير موفقين يعني, لكن الموضوع كله متعلق بامكانيات اداريه. الواضح بالنسبه لنا في كذا ملف ان هم ما قدروش ينجحوا في ملفات معينه يعني بالشكل المطلوب اللي يرضي كل الجماهير المصريه يعني. ده واضح بالظبط. انت لما انت في مرحله انتقاليه انت جيت مشيت اتحاد كوره وجايب لجنه خماسيه, اللجنه الخماسيه دي المفروض ان هي تنتشل الكره المصريه في الفتره دي. تمام. وتوديها لحته ثانيه. اكيد. صح لا؟ صح. انت جبت ناس غير مؤهلين بالمره. ناس اي ملف بيسند ليهم بيطلع بالمنظر اللي احنا شفناه. يعني ربنا يستر على الكره المصريه في اللي جاي مع اللجنه دي. في حاله استمرارها يعني. بس هي صعبه تستمر. هتستمر ازاي ما في انتخابات؟ لا انا يعني انا من وجهه نظري
ان اللجنه دي لو استمرت لحد الانتخابات لحد الانتخابات يعني هتحصل مشاكل تانية. طبعا طبعا ان هم ناس غير مؤهلين. طيب انت ابتديت معايا بكذا جزئيه، انا عايز اسالك سؤال محدد دلوقتي. طيب. انت قلت ان الاهلي هو المتضرر من عقوبات لجنه الانضباط. اكيد. ايه الدافع اللي خلى الزمالك انه ما يجيش يلعب مباراه القمه مع الاهلي من وجهه نظرك؟ لا دي بقى تندرج تحت بند يعني الواحد بس مش يعني مش عايز ينقي لفظ يكون لا ما هو مع يعني كامل الاحترام لكيان وجماهير نادي الزمالك، احنا بنتكلم على تصرفات مسؤولي نادي الزمالك او القرارات اللي اتخذت في الاخر. يعني انت شايف بتشوفها ازاي؟ يعني انت لو شفت النهارده لو تابعت الصحف العالميه هتلاقي احنا متصدرين المشهد في الصحف العالميه. للأسف. انت لو تابعت صوره الماتش بتاع الاهلي هتلاقي فرقه الاهلي موجوده، مفيش جمهور، مفيش فرقه. يعني ده منظر هيودينا لفين؟ هيودينا ان انت بترجع بالكره المصريه سنين لورا، وانت عايز تعظم قيمه الدوري المصري ازاي في ظل المشهد ده؟ مفيش تعظيم لقيمه الدوري المصري في ظل المشهد اللي حصل ده. وانا شايف برضو ان الدوله لازم تتدخل في حاجه زي كده. انت النهارده انت بتتكلم في سمعه كره مصريه. أكيد. قبل كده خلي بالك حصل الكلام ده زمان في يعني الزمالك انسحب قبل كده والدوله اتدخلت وتم حل مجلس اداره اتحاد مجلس اداره الزمالك. اتحل قبل كده بسبب موضوع انسحاب. اصل انت ماتش القمه ده امتى؟ سنه كام ده؟ ده تقريبا في 96. ده اللي في تحديدا في الماتش اللي هو كان بعد اول خمس دقائق في طرد ايمن عبد العزيز. كابتن فاروق جعفر انسحب اتحل المجلس ساعتها، كان تدخل مع ابراهيم حسن على ما اتذكر. اتحل المجلس. فانت اصل انت القمه المصريه دي سمعه الكوره. اكيد اكيد. يعني القمه دي اساسا المفروض يتعمل لها لائحه خاصه ان ما حدش يعني الميعاد نلتزم بالمواعيد. يعني ما فيش اي مساس القمه دي هي عنوان الكوره في مصر. اكيد صح. انت صح. جاي بقى بالمشهد العابس انت، وبعدين ايه العقوبه؟ عارف العقوبه هتبقى ايه؟ ايه بقى؟ خصم 3 نقط، يعني خصم 3 نقط بتوع الماتش بتاع الاهلي وخصم 3 نقط في اخر الموسم. يا فرحتي يعني. صح ولا لا؟ انت طب ما انا كده بقى خلاص الماتش الجاي. عقوبات ماديه اخرى وعقوبات ممكن تكون اكتر من كده، منع من فتره قيد مثلا طبقا للائحه لجنه الانضباط. النهارده لجنه المسابقات خلي بالك في لائحتين، لائحه لجنه الانضباط ولجنه المسابقات. هم هياخدوا بأنهي لائحه؟ هم واخدين لجنه المسابقات. لجنه المسابقات. طب وممكن برضو ياخدوا لجنه الانضباط لان فيها بعض البنود اللي هو لسه لجنه المسابقات عامله توصيه. قبل ما ندخل يعني عامله توصيه بخصم 3 نقط بتوع ماتش الاهلي وخصم 3 نقط بتوع نهايه الموسم. ايه بقى ايه اللي استفدته انا بقى؟ يعني ايه اللي استفدناه من يعني احنا كده عالجت المشهد ده؟ احنا حتى لغايه دلوقتي ما استفدناش او ما شفناش القرارات ايه يعني. يعني حتى لو هياخدوا باللائحه دي او اللائحه دي احنا عرضناهم في اول الحلقه، قلنا اللائحتين موجودين هم يا جماعه عشان تبقوا عارفين اللوائح عندكم ايه، بس خدوا القرارات. ليه ايه اللي خلاهم يتاخروا لحد دلوقتي في اتخاذ القرارات الخاصه بالمباراه دي؟ لا هم قال لك ناجل بعد ماتشات افريقيا. ليه؟ عشان ما يعملوش ازمه برضو. ما دي برضو علامه استفهام. ايه الازمه اللي في كده؟ يعني ممكن يكون خوف مثلا من الزمالك. ما بص ما اللي حصل في المشهد ده لو ما توقعش فيه عقوبه قاسيه وتبقى عبره، المشهد ده هيتكرر مره واثنين وثلاثه. فرايح دماغك يعني في الجزئيه دي. طب انت تتوقع هيعملوا ايه؟ وهياخدوا القرار امتى؟ اتوقع ان هو بعد القرارات هيبقى هو خصم 3 نقط وفي اخر الموسم برضه خصم 3 نقط وخلاص والدنيا هتمشي واكيد مفيش حاجه حصلت. هو ده اللي انا متوقعه. ومش هتتاخد غير بعد مباراه الزمالك والترجي يعني، ممكن يوم الاحد كمان مش يوم السبت. بالظبط. طبعا هل ده شغل احترافي يعني؟ لا طبعا. لا اللي بيحصل شغل احترافي ولا اللجنه الخماسيه اللي موجوده بتدير مؤهله اصلا ان هي تدير الكوره في مصر. ما حاجة غريبة في كل الأحوال. هنترقب ونشوف القرارات هتبقى إيه، هنشوف الإدارة للكرة المصرية خلال الفترة الجاية هتبقى عاملة إزاي، غرار الفترة الماضية وللأسف ملفات كتير جدا فشلوا في إدارتها ولا هينجحوا في بعض الملفات، أولهم ما حدث في مباراة القمة الأخيرة يوم 24 فبراير. طيب إحنا بالنسبة لنا عندنا أمر أكثر أهمية في الحقيقة وهو مباراة صن داونز ومواجهة إفريقية خاصة جدا. رأيك في هذه المباراة وشايف استعدادات النادي الأهلي ليها إزاي؟ قبل ما أدخل في قصة صن داونز، الاهلي في ماتش السوبر لو كان معاه نسبه توفيق او نسبه حظ وتحديدا في الشوط الاول كان الماتش ده كان خلص الماتش بتاع 2-3. ولو كان خلص الماتش ده كده مع نسبه التوفيق دي كان فايلر هيبقى عبقري، كان هيبقى فايلر هو اللي اخترع جيرالدو وحطه في الماتش ده كان مفاجاه وكان خلص الماتش، هو ده المدرب اللي احنا كنا بندور عليه. صح ولا لا؟ لكن يؤخذ على فايلر حاجه، يؤخذ عليه ان هو لقى ان اللعيبه اللي هو الثلاث لعيبه اللي قدام تحديدا عنده مش موفقين، عندهم الفينش بتاعهم برده مفيش تركيز في نهائي الهجمه بشكل دقيق، حتى مش موفقين على الجون نفسه في الناحيه التهديفيه. فانت كان لازم تتدخل من بدري،
كان عندك وليد سليمان كان لازم يبدا على الاقل. تمام، انا بس مش عايز اتكلم على الجوانب الفنيه الخاصه بمباراه السوبر، لان احنا مقبلين على مباراه مهمه جدا مع سان داونز، فمدير الفني ليه كل الاحترام في قراراته الفنيه، مفيش مشكله يعني. ما يعني وارد ان هو يغلط وارد ان هو بس بقول لك برضه لو كان في توفيق، لو كان في توفيق كان ماتش خلص من بدري يعني. كان ماتش خلص من بدري دي حقيقة. يعني انا بس في يعني الجماهير ما تبصش بالعاطفه شويه. بص ان انت متسيد الماتش من اوله لاخره. انت لو عندك نسبه توفيق كنت خلصت الماتش ده كتير. لعيبه الزمالك نازله مرتبكه جدا، جمهور الاهلي عنده وعي كبير جدا بالظبط. الله ينور عليك. فانت كان ممكن تخلص الماتش وتبقى فهي ظروف ماتش. نروح لسان داونز. سان داونز بقى، سان داونز من الفرق اللي هي في افريقيا اللي ما اتغلبتش ولا ماتش السنه دي في البطوله وفي مجموعته فاز 3 ماتشات اللي على ارضه، وبره ارضه فاز ماتش وتعادل ماتشين. تمام. وكان معاه بيترو اتلتيكو الانجولي، وكان معاه اتحاد العاصمه الجزائري، وكان معاه الوداد المغربي. فكانت مجموعه طبعا مجموعه قويه طبعا، مجموعه صعبه. اما على المستوى المحلي سان داونز متراجع السنه دي، تراجع بالنسبه للسنين اللي فاتت له متراجع جدا على المستوى المحلي. سان داونز على المستوى المحلي فاز 12 ماتش، اتعادل 5 ماتشات، واتغلب 3 ماتشات. لو جيت بصيت للاهلي على المستوى المحلي هتلاقيه فايز 16 ماتش، ما تعادلش ولا ماتش وما خسرش ولا ماتش. تعالى تاني بقى على المستوى المحلي، سان داونز مسجل 29 هدف في 20 مباراه ودخل مرمى 15 هدف. تعالى على المستوى المحلي بالنسبه للاهلي، الاهلي مسجل 46 هدف في 16 ماتش، يعني عدد ماتشات اقل، داخل فيه 3 وداخل فيه 3 اهداف. فانت مقارنه بالارقام كده الاهلي في حته ثانيه عن سان داونز خالص، من كارقام في حته ثانيه خالص. الاهلي اعلى من سان داونز من ناحيه الارقام كتير جدا، حتى في افريقيا خلي بالك الاهلي اكتر فريق في افريقيا من اللي صعدوا لدور الثمانيه اكتر فريق استحواذ على الكوره. هو الفريق رقم واحد، حتى الاهلي استحواذ على الكوره بنسبه 59.6%، سان داونز بيجي في المركز الثالث. اذا انت ضارب سان داونز اصلا في القوه بتاعته اللي هي قوه يعني سان داونز بيتميز ان هو بيستحوذ على الكوره، انت اعلى منه اصلا افريقيا رغم انت صعدت مركز ثاني. صح، اعلى منه افريقيا من ناحيه الايه؟ الاستحواذ على الكوره. ومن قصه الاستحواذ على الكوره دي لو رجعت ماتش النجم الساحلي هناك، تمام، اللي هو ماتش النجم الساحلي هناك انت بتطرد منك لعيب في اول الماتش، اللي كملت الماتش ب 10 لعيبه بتلعب بره ارضك، انت اكثر استحواذ من الترجي من النجم الساحلي فعلا 60%. صح، 60% استحواذ. ده الارقام دي وكل الارقام سواء محليا او بتبقى مقياس. الارقام دي مقياس طبعا. ليه طبعا. بقى دي بقى دي بتدل على بعض، يقول لك المباراه 90 دقيقه مختلفه. لا طبعا مختلف، لا يعني. طبعا هو انت هتقارن نسخه فايلر 2020 زي نسخه لاسارتي؟ لا طبعا استحاله. انت نسخه فايلر 20، الارقام دي بتاكد على ايه؟ بتاكد نسخه فايلر 2020 نسخه مختلفه تماما عن نسخه لاسارتي. نسخه فايلر 2020 بتلعب الكره الشامله، الكره اللي فيها استحواذ، تمام، الكره اللي هي ما تديش فرصه للخصم ان هو يلعب باريحيه، فنسخه مختلفه تماما. في المقابل سان داونز بيعتمد على ايه؟ سان داونز قوته الضربه في السرعات اكيد، وفي اللعب من 1 2 وينقل ويروح على الجول. بالظبط، صح صح. لذلك انت لازم تتعامل معاه لمسه ولعب على طول. لمسه ولعبه دي حاجه، ثاني حاجه لازم تضيق عليه المساحات وما تلعبش الماتش ده ضغط عالي. ان انت لعبت الماتش ده ضغط عالي مع السرعات اللي عنده هيستغل المساحات فانت لازم تدافع من ثلث ملعبك، اللي هو ما تديش فرصه اصلا لسان داونز ان هو ينقل كره كتير. تاني حاجه بالنسبه لسان داونز، الجناحين بتوع الاهلي في الماتش ده هيبقى عليهم دور مهم جدا في قصه سان داونز. في ايه بالظبط بقى؟ في ايه بالظبط؟ جناحين لازم يدافعوا في الماتش ده زي ما بيهاجموا بالظبط. حلو. ليه بقى؟ لان انت لو سبت الظهرين اللي عندك في الاهلي لو سبتهم للجناحين بتوع سان داونز هيعملوا لك مشاكل كتير جدا. لان سان داونز قوته الضربه في الجناحين اللي عنده. سان داونز عنده الجناح الايسر عنده اسمه سيمبا زواني، تمام، لعيب جامد قوي. ده لعيب جامد قوي، ده لعيب دخل بالك كان بيلعب مع منتخب جنوب افريقيا في ماتش مصر. صح صح تقريبا. ايوه كان بيلعب في 2019 اللي هو الماتش اللي غيرنا منه خرجت منه. كان بيلعب في الماتش ده. اللعيب ده مسجل سبع اهداف في الدوري، ومسجل هدفين في دوري ابطال افريقيا، وسريع قوي، وصنع 6 اهداف وسريع جدا. فده لو الجناح ما بيغطيش مع الظهير في الماتش ده هيتعب الظهير، هيعاني. هيعاني. انت عندك جناح هداف وسريع طبعا، فالموضوع هيبقى صعب جدا. عندك الجناح اليمين عندهم اسمه فيلاكازا، ده برده مميز جدا، ده مسجل 4 اهداف في دوري ابطال افريقيا وصنع 9 اهداف. عدد كبير، عدد كبير. الجناحات عندهم قوة ضربة كتيرة، التركيز عليها دايما، وبيمتلكوا سرعات ومهارة. يعني سان داونز من الفرق اللي بتلعب كورة. صح،
فبالتالي ما تعتمدش على القوه البدنيه، لا بتعتمد على الجانب التكتيكي والمهاري والسرعات وكلام والسرعات عكس الكوره يعني بتلعب كوره عكس الفرق اللي هي عكس بقى الفرق الافريقيه. فانت النهارده مطالب ان انت لا ان انت يبقى عندك ما فيش اندفاع هجومي من ناحيه الجناحات دي بالذات، لازم التغطيه اللي هي واللعيبه تبقى مركزه قوي في ناحيه التغطيه خاصه الجناحين عندنا. تمام. عندك في مهمه برضو هتبقى على السوليه وهتبقى على ديانج. خاصة ان صن داونز عنده لاعب صانع لاعب اسمه جاستن سيرينو ده اورجواني جاستن سيرينو لاعب ممتاز وهو العقل المدبر بالنسبة لفريق صن داونز في الفترة الأخيرة وهو أكتر لاعب عامل تمريرات حاسمة عندهم في الفترة اللي فاتت هو جاستن سيرينو. فأنت النهاردة مطالب إن أنت تستغل قدرات أليو ديانج في إن هو أليو ديانج بيعمل حاجة مهمة جدا. أليو ديانج بيقطع يعني بيعرف يستخلص الكور وبيضغط وبيستخلص الكورة بطريقة سريعة جدا فعلا. وبيبني هجمة بيطلع بالكورة صح انت كان انت كنت بتعاني دايما من ان انت بتقطع بس الباص ما بيطلعش مظبوط. لا مش ما بيطلعش مظبوط كمان، انت بتعاني من الديفندرات اللي هو بيقطع وما بيعرفش يعمل بالكورة بيبتدي يرجع لورا ويحضر. انت ديانج انت معدلك يعني عنصر مهم جدا في الجزئية دي، معدلك الحتة دي بطريقة كبيرة جدا. ونفس الميزة موجودة كانت عند حمدي فتحي يعني بالظبط بس ديانج عنده قوة جسمانية أقوى، ديانج ما بيملش ولا يكل خالص طول عمال رايح جاي بيقطع كورة. هو خلي بالك في ماتش السوبر ديانج مستخلص أحد هو نجم المباراة ياسر إبراهيم ديانج مستخلص الكرة 17 مرة وعامل 34 تمريرة صحيحة صح. ديانج ما بيقطع الكرة بيروح على الجون على طول وده لاعب احنا بنفتقده كتير في الدوري المصري اللي هو بيقطع الكرة وبيروح على الجون على طول. فانت هيبقى عليهم دور كبير قوي السولية وباجي في الماتش ده، وهيبقى خلي بالك دورهم مهم جدا في ان هم هيبقوا عليهم عامل ان هو يحافظوا على التوازن ما بين الدفاع والهجوم في الماتش ده، فهيبقى دورهم مهم جدا. تمام. عندك حاجه تاني بقى إيه؟ لعيبه الاهلي لازم يبقوا واخدين بالهم من جزئيه ان انت بتلعب حارس مرمى برضو عملاق دينيس اونيانجو ده حارس مرمى قوي جدا، فانت لازم يبقى مهاجمين الاهلي لازم عندهم دقه في الفينش بطريقه يعني انت خلاص بقى انت وبعدين ماتش مهم فانت وهنا لازم تكسب يعني لازم تجيب هدف واثنين وثلاثه فانت مش هينفع تتعامل مع الحارس ده بمنطق مباراه السوبر. حلو صح؟ طبعا. فبالتالي انت لا انت محتاج دقه في الفينش محتاج حتى دقه في التصويب عشان تقدر تجابه حارس مرمى زي اونيانجو. تمام. كمان عندك طيب انا عايز قبل ما اكمل الحديث عن مباراه صن داونز اقول خبر مهم جدا وهو خاص بمباراه القمه الاخيره ما بين الاهلي والزمالك في بطوله الدوري. اتحاد الكره قرر اعتبار الاهلي فائزا 2-0 وخصم 3 نقاط اخرى من الزمالك في نهايه الموسم، يعني بخلاف ان خلاص الزمالك كده خسر المباراه دي ما زي ما قلت لك وثلاث نقاط اخرى مع نهايه الموسم. قرر اتحاد مصر لكره القدم اعتماد ما اتخذته اداره المسابقات بشان مباراه الاهلي والزمالك المؤجله من الاسبوع الرابع لمسابقه الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الاثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك باعتبار الاهلي فائزا بالمباراه 2-0 مع خصم 3 نقاط اخرى من رصيد الزمالك في نهايه موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقه، بالاضافه الى توقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك قيمتها 200,000 جنيه تسدد لخزينه الاتحاد خلال شهر من تاريخه. وكانت اداره المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراه بناء على تقارير حكم ومراقب المباراه واعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحه المسابقات والبند 30 فقره 2 من شروط ونظام المسابقات. هنا هم لجأوا للائحه المسابقات وللائحه المكمله للمسابقات اللي هي خاصه بالبند رقم 30 تحديدا، اللائحه المكمله للائحه لجنه المسابقات دي تم اصدارها يعني مع بدايه هذا الموسم. بالتالي ايه رايك في الخبر ده؟ شايف ان ده كافي؟ لا غير كافي طبعا بالمره. الخبر ده او القرار ده هيخلي الانديه تتجرأ ان هي تعمل نفس المشهد اللي احنا شفناه ده تاني. تمام. لازم كانت عقوبات صارمه اكتر من اللي احنا شايفينه ده. ده بيرسخ مبدا المشهد العبث اللي احنا شفناه
ده بيخلينا رايحين برضو في سكه ان لا اي حد بقى عايز يعمل اي حاجه يعملها. يعني اي حد عايز ينسحب يا جماعه، هم انسحب، هم ثلاث نقط بقى اخر الموسم وخلاص بقى، كل سنه طيب. كورسان طيب تمام. فانت بقى خلاص، انت الماتش ده مش عاجبك خلاص ما تروحش يعني. ايه ثلاث نقط مش قادر تلعب النهارده مثلا، بالظبط مش قادر تلعب النهارده خلاص، بالظبط تلعب كوره خلاص مش مهم، فخلاص بقى يعني مش مريح النهارده. فدي مهزله. هو احنا بنشوف الكلام ده مثلا في الدوري الانجليزي، ليفربول كان عنده ارتباطات قد كده واجبروه ولعب واجبروا يورجن كلوب ان هو يروح. هل القرارات دي كافيه لتعويض شكل الكره المصريه ومظهر الرياضه المصريه قدام الناس كلها، قدام العالم كله؟ لا طبعا، ده القرارات دي هترسخ ان انت، انا كمستثمر دلوقتي هيجي هيشوف القرارات دي يقول لك ايه ده، هو انا لو برع ماتش القمه ده دلوقتي تمام ماشي، وجه الموضوع باظ والمشهد اللي احنا شفناه بتاع الزمالك والاتوبيس والجو ده حلو. ولقيت القرارات دي هاجي افكر بقى ان انا ارعى تاني ماتش قمه، او هاجي استثمر بقى في الدوري المصري او في الكوره في مصر؟ لا طبعا. اقول لك لا، ده كده بقى انا كده متوقع ان انا اي ماتش هروح ارعاه، ولا ماتش اروح او اي فرقه اروح استثمر فيها ممكن الاقي الفرقه الثانيه مش موجوده. الفرقه الثانيه هي قصه ثلاث نقط، ايه المشكله مش رايح الماتش؟ فده بيرسخ المشهد العبثي يعني. هم عملوا حاجه ايجابيه بصراحه دلوقتي، اول حاجه ان هم خرجوا بقرارات اخيرا، الحمد لله الحمد لله خرجوا بقرارات. ده امر كان يعني للاسف كنا مستنيينه، ما تعرفش تاخروا ليه، فده الامر الايجابي. لكن الامر السلبي ان القرارات غير كافيه لتعويض المشهد السيء اللي احنا شفناه في مباراه القمه، واللي اتنقل للعالم كله، والصحف العالميه والمواقع العالميه كلها بتتكلم عليه لحد دلوقتي، وكل المواقع والصحف العالميه بيجيبوا صوره الاهلي وهو في الملعب وفريق الزمالك مش موجود. هل ده تعويض كافي؟ خصم ثلاث نقاط مع نهايه الموسم ده كده خلاص حلو. سيبك من الغرامه الماديه 200,000 جنيه عادي، 200,000 جنيه عادي بالنسبه لنادي الزمالك أكيد. لكن الشكل والمشهد اللي شفناه، هل ده كافي لتعويض المظهر الخاص بالرياضه المصريه وبالقمه وبالكره المصريه؟ ما اعتقدش. ما تعتقد طبعا. وحتى المشهد العبثي في السخريه اللي حصلت مثلا، انت شفت انت الترندات كانت عامله ازاي؟ ترندات يعني حاجه كده لا تدل ان احنا بنلعب مثلا دوره رمضانيه مش بنلعب ماتش كوره. النهارده لما تقعد تدور على الاوتوبيس بتاع الزمالك، انت مش عارف يعني، لا في التلفزيون لاقيينه ولا السوشيال ميديا لاقيينه، يقعد يقول لك لا اصل الاوتوبيس اتاخر عشان كان في خناقه على السندوتشات. صح والله صح ولا لا؟ او الاوتوبيس اتاخر عشان كان بيجيب اللعيبه من الدرس. هو موضوع مش موضوع حاجة سخريه، وموضوع حزن على شكل الرياضه المصريه والكره المصريه تحديدا. اكيد طبعا اكيد، ومشهد لا يليق بالكره المصريه. لا يليق، ولازم يعني الموضوع لو عدى كده، لو مر مرور الكرام، والله هنقف في حاجات اخطر من كده. انت بتتكلم على لجنه خماسيه امير، يعني ما سنتش ليها غير ملفين لحد دلوقتي وفشلت فيهم. ملف تنظيم ماتش سوبر طلع بكوارث، وملف تاني بتاع الماتش بتاع المهم بتاع تولي تدريب المنتخب الوطني للمدير المنتخب الوطني، وقعدوا ودونا وجابونا 100 مره في اسم المدير الفني، وحصلت خناقات، ويقول لك لا انا عضو مجلس اداره انا عايز المدرب ده، والعضو التاني لا عايز المدرب التاني، وخناقه كويس. فطبعا للاسف طيب، ده فيما يتعلق بالقرار، هو قرار مش قرارات يعني، الاتحاد المصري لكره القدم بخصوص ما حدث في مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك في الاسبوع هو قرار فعلا مش قرار. هو قرار يعني قرار هو ده حاجه يعني متوقعينها. وحاجه كنت متوقع ان هم يخصموا ست نقط كمان يعني طلعت ثلاث يعني فكرت ان هم يخصموا ست نقط غير الثلاث نقط انا فوجئت النهارده ان هو ثلاث نقط غير الثلاث نقط يعني هم كلهم مجمل اجمالي ست نقط. كارثه. هل المشهد ده كافي اللي احنا شفناه ده يكفي بس اللجوء للوائح، ولا لازم يبقى في عقوبات اكثر قوه كمان على الشكل اللي شفناه؟ الشكل اللي احنا شفناه ده الصح بقى، انت بتتكلم في الصح. اولا اللجنه الخماسيه دي تمشي اسمع، تمشي يتعامل بقى، يجيب لا خبراء يحطوا بقى، يحطوا شروط تفرز لنا ناس قادرين ان هم يقودوا الكره في مصر. يعني شروط تفرز ان احنا يبقى عندنا ناس او لجنه بحجم الكره المصريه. لكن انت حاطط شروط ايه؟ شروط افرزت لنا عن لجنه خماسيه يعني اقل كتير جدا من اداره المشهد في الكره المصريه. يعني مع احترامي مثلا، مع احترامي ايه انجازات، مع احترامي طبعا ايه انجازات الاستاذ عمرو الجنايني عشان يبقى رئيس اتحاد الكوره؟ ايه انجازات هي استاذه سحر عبد الحق؟ مع احترامي ليها برضو ايه انجازاتها برضو ايه؟ الاستاذ الكابتن احمد عبد الله يعني هو خد كاس العالم؟ يعني انا مش عارف.
يعني ايه انجازاته برضه عشان يبقى موجود في اللجنه الخماسيه. كابتن محمد فضل مع احترامي ليه يعني اثبت لنا برضه في كام موقف ان هو لا غير مؤهل. هو الواضح كده ان في تعاطف مع النادي الزمالك من قبل المسؤولين طبعًا. يعني في تعاطف مع نادي الزمالك بخصوص العقوبه دي وبخصوص ما حدث في مباراه السوبر. يعني التعاطف واضح جدا والانتماء واضح جدا. يعني انا كمسؤول مثلا في الاتحاد المصري لكره القدم او في اللجنه الخماسيه انا بنتمي لنادي الزمالك ومعروف للناس كلها انا منتمي لنادي الزمالك. فلما باجي ادي عقوبه بغض النظر بقى هيطلع يقول لك اصل هي لجنه مش عارف ايه هي اللي طلعت العقوبه او لجنه ايه، لا في الاول وفي الاخر اكيد بيبقى في تواصل، اكيد بيبقى في توصيه. فالواضح ان ده اللي الدنيا ماشيه بيه في اللجنه الخماسيه للاسف الشديد يعني. بالظبط. فانت بتتكلم لا لازم المنظومه دي كده كلها تتغير ويتحط شروط تفرز لنا ناس قادره ان هي تقود الكره المصريه. العقوبات اللي حصلت دي اصلا دي فضيحه، انا بشوفها انها فضيحه، دي كفيله اصلا ان الاتحاد ده ما يكملش ثاني يوم. انت عارف يعني ايه اتحاد كوره مسافر كله في ابو ظبي وبيرجع لسه يعني ما يعرفش العقوبات؟ يعني بيرجع يتفاجئ بالعقوبات؟ ده تصريح على لسان الكابتن محمد فضل بالمناسبه. دي كارثه. امال انت سبت ايه للجمهور وسبت ايه للانديه؟ امال الانديه اللي تعرف يعني او الجمهور قال لك انا اتفاجئت بالعقوبات والله وانا جاي، يعني انا رجعت بالليل والعقوبات كانت طلعت الصبح فاتفاجئنا بيها. هو انت العقوبات دي والله ده تصريح يا جماعه. هو انت يعني هو انت دلوقتي المفروض ان انت العقوبات دي انت مش بتتعرض على اللجنه؟ مش بتتعرض على اللجنه الخماسيه يعني ده من باب اول حتى لو ملهاش دخل فيها. يعني اما القرار بيطلع عن مين؟ عن الاتحاد. في الاخر عن اتحاد الكوره الله ينور عليك. فانت تقول مش بيقولوا مثلا اعلنت لجنه كذا كذا على العقوبات، لا بيقولوا اتحاد الكوره اعلن عن كذا. بالظبط. فانت من باب يعني بديهيا كده يعني يا اخي ارجع الاول وشوف العقوبات دي تاثيرها هيبقى عامل ازاي بما انك مسؤول. حاجه كارثيه والله وحاجه عبثيه. حاجه كل يوم تملي باكد كل يوم بتستمر فيه اللجنه الخماسيه بعد العقوبه اللي حصلت دي. والله احنا داخلين على مشهد تاني عبثي تاني هتتفاجئ بيه قريب. ربنا يستر. يا ربنا يستر. عايز اختم معاك بمباراه سان داونز وكنا بنتكلم عنها وبنتكلم عن امكانيات فريق سان داونز. انا عايز اتطرق لتشكيل النادي الاهلي المتوقع من وجهه نظرك. تشكيل النادي الاهلي المتوقع في الماتش ده محمد شناوي طبعا في حراسه المرمى. تمام. خط الظهر ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. تمام. الباكين محمد هاني وعلي معلول. محمد هاني مش احمد فتحي. محمد هاني وعلي معلول. خط النص طبعا اليو ديانج وعمرو السليه. قدام بقى لا يعني في قصه المركز الحائر في الاهلي انا مسميه كده اللي هو مركز المهاجم. المركز قبل المهاجم انت عندك ثلاثه تحت. ماشي الثلاثه اللي تحت يعني انا بفضل قفشه في مركز صانع اللعب، على اليمين حسين الشحات، على الشمال وليد سليمان او كهربا بس او كهربا بالمناسبه يعني. بس انا وليد سليمان عنده خبرات افريقيه طبعاً كبيره جدا عنده يعني لاعب لا غنى عنه في اي ماتش افريقي اكيد طبعا. وقدام اجاي مركز المهاجم اجاي. بس انا عايز اكد على حاجه بقى لازم بادجي في الماتشات اللي هي بتاعه الدوري بشوف ان بادجي لازم يبدا اساسي. اللاعب ده انا لسه متفرج قبل ما اجي لك على ماتشات ليه. لا خلي بالك لاعب هايل جدا. اللاعب ده لو خد في الدوري مش في دوري ابطال افريقيا دلوقتي يعني كدوري مصري تجهيز ليه تجهيز عشان ليه. اللاعب ده هيفرق مع الاهلي كتير جدا الفتره الجايه. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. توقعاتك للمباراه سريعا ان شاء الله يعني متوقع ان الاهلي يكسب 2-0 3-0 يا رب يا مسهل ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا محمد شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. بنورك والله يا امير بابا سعيد بوجودي معاك. انا سعيد بكل تاكيد. الاستاذ محمد ابو الليل الناقد الرياضي كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. دي كمان كانت حلقتنا. بكره حلقه جديده واخيره لهذا الاسبوع من نفس البرنامج. استنونا ان شاء الله. الى اللقاء.